المشاهدين أينما كنتم. تنطلق جولتنا اليومية من ببيروت وساعتين ونص. جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله يا رب نقضيه مع بعض أحلى الأوقات ومع كل شيء حلو محضرين ليكم في هذه الأمسية من هذا الجمعة. مرحبا هدهدي. مرحبا بلال، منورة حلقتنا اليوم. أكيد عندنا كثير ضيوف من المغرب العربي كمان. منورة بوجودك ومنورة أكيد بوجود ضيوفنا وبالمشاهدين اللي عم بيتابعونا عبر شاشة ال بي سي الفضائية. برشا مواضيع حضرنا لكم اياها وبرشا فقرات، لقاءات فن وموسيقى وسينما في انتظاركم على مدار ساعتين ونص من الوقت. اكيد ونرحب بضيوفنا. الياس دمر، اهلا وسهلا فيك، الناقد السينمائي اليوم اللي عنده جوله في عالم السينما. ونرحب ايضا باللايف كوتش enraciné, orienté vers le futur. CEDAR. Enraciné, orienté vers le futur. CEDAR. روتانا شارككم فرحة العيد في حفلات عيد الأضحى في دبي. في 25 سبتمبر الفنان رابح صقر. خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني. والفنانة نهوى ما جاني نوم مرتاح بالي ويا عدو. في 26 سبتمبر فنان العرب محمد عبده. روح وبلم عين سيد البلاح. في فندق الحبتور جراند شاطئ الجميرة. ادري ليه يا غالي عن حبك تصدق. هذا الحفل برعاية سوني إكسبيريا زد 5. كثير من أغانيها بحب أغانيها. ما بيفوز، اللي بيطلع من الأواخر هو اللي بياخذ هيك قلوب الناس اكثر. يا ريس عندك بحريه عبديت معاهم صغري وعليهم هنيت عمري. ما وعدتك بنجوم الليل لطلحم ضيوف الشمس. سولا تنين الساعة 9 المساء على ال بي سي. أهم الأخبار العربية والأجنبية من عربي. كواليس كل الأفلام والمسلسلات. سباق البوكس أوفيس المصري والهندي والأمريكي.
كل أخبار الموسيقى العربية والعالمية. كل الأخبار الفنية على السوشيال ميديا والجوسب. كل اللقاءات والأخبار الحصرية فقط عربود. عربود يوميا الساعة 10 المساء على الـ LBC. أسرار الجمعة الساعة 9 المساء على الـ LBC. Un héritage enraciné orienté vers le futur. CEDAR. مساء الخير، أهلا وسهلا بالمشاهدين أينما كنتم، وينطلق مساء هذا الجمعة. بلشناها بأغنية مغربية لأنه اليوم خلطة عربية عالمية بنكهة مغربية، رح تكتشفوا ذلك خلال هذه الحلقة، فخليكم معنا. جمعة مباركة على الجميع، ويا رب إن شاء الله تكون جمعة خير، صحة وسلام ليكم. هدهد مرحبا وسهلا. ميرسي بلال، وكيفك؟ صباح الحمد لله. طلع مثل العروس أبيض اليوم. إيه عايشك ميرسي. جميل وجميل. الله خجلتني. منورة حلقتنا بلال بضيوفنا وبالأجواء المغربية، الخلطة الصغيرة اللي قلت عليها. منورة بوجودك وبوجود مشاهدينا أكيد اللي عم بيتابعونا عبر شاشة الـ LBC الفضائية بهالحلقة المميزة. دائما على الموعد ولقائي بيجمعنا ببرنامج ببيروت اللي بيحمل معه برشا أخبار، برشا مواضيع، لقاءات فن موسيقى وسينما رح يكونوا بحلقة اليوم على مدار ساعتين ونص من الوقت. أبسلوتلي، خلونا نرحب بضيوفنا، واليوم معنا من باور. مرحبا بسيو دمار. بسيو بلالو، سافا؟ اشتقنا لك. كله تمام الحمد لله. وينضم لنا اللايف كوتش انطوني رزق، اهلا وسهلا فيك، نورتونا. الور، خلونا قبل ما يكتشفوا المشاهدين باقي المواضيع، شو هي مواضيعكم لليوم انطوني؟ اليوم بدنا نحكي عن التحفيز، كيف نعزز ثقتنا بنفسنا، كيف نوعى بكير موتيفيتد، وكثير اشياء حلوه. اوكي اكسلنت، فخليكم تيوند مسيو دمار. جولتنا السينمائيه اليوم كيف؟ بدنا نحكي عن فيلم انت كنت ناطر السيكول تبعوله. ميز رانر سكورس ترايلز، ايفرست ان 3D، وبون ساكرفايس، وكمان عندنا هيك اخبار حلوين شوي سبيسيال من سكاي فول، ماري بوبنز، ومفاجاه كمان ضيفي معنا مميزه. حلو كثير، هذا بالاضافه لمنوعات وفقرات اخرى في انتظاركم نكتشفها مع بعض، تفضلوا. صناعة الأزياء وتأثيرها في العالم، موضوعنا لليوم.
نصائح لتجنب الإحباط وتعزيز الثقة بالنفس للوصول إلى النجاح في العمل مع أنطوني رزق. تفاصيل عن مشاركة لبنان في أكسبو ميلانو 2015 مع المسرحية رفعت ترابية. محطة فنية مع الفنان الشاب حسن خرباش لنتعرف على أحدث أعماله. ولد بلادك طبعا فاكيد متحمسه. برشا ريح تونس وصلت عندك للاستوديو وعندنا ريح المغرب هون هلا بنشوف اليوم حلقه كثير حلوه. Let's start مع اخبارنا from here and there. انا راح اخذكم الى هذا الخبر اللي احنا ذكرناه وحكينا عنه كثير الاسبوع اللي فات عن هذه الصحفيه التي عنفت لاجئين سوريين وهذا كان الاسبوع اللي فات وهذا الفيديو اللي استاء منه الملايين والراي العام من حول العالم. الخبر اليوم عن هذا اللاجئ تحديدا طلع هو مدرب فوتبول في الفريق السوري والسلطات الإسبانية قامت بطلبه وتوفير كل اللوازم لكي يعيش في إسبانيا في أحد ضواحي مدريد ويقدموا له كل شيء لينضم لإحدى الفرق الإسبانية لكرة القدم. دونك مبادرة إسبانية مشجعة عسى أن يحظوا بها باقي المسؤولين. شفتوا الفيديو اللي كان أكيد عن هذه الشيء ليست إعلامية ولا صحفية ولا إنسانة اللي قامت بركل اللاجئين السوريين في هنغاريا. فوالا دونك لكان هيدا هو الخبر الأول. هدهد ايش في عندك اليوم؟ عندي اليوم خبر من السعودية على منطقة جازان عن شاب اسمه خالد الشاعري. خالد عنده مشكلة عم بيعاني من السمنة المفرطة وتم نقله إلى أحد المستشفيات، نقل قبل عامين للعلاج بمستشفيات متخصصة بالعاصمة الرياض بسبب السمنة المفرطة اللي كان بيعاني منها. كان وزنه 600 كيلو جرام. أوف كثير. اسم الله. وصار وزنه من بعد ما يعني قام بالعلاج 120 كيلو جرام بعد ما تحطت له الخطة العلاجية الطويلة المقررة له. ومنتمنيه أنه يكون متمنينه العافية ويعود لمنطقة جازان أكيد معافى وسليم بأقرب وقت ممكن. آمين. اسم الله. 600 كيلو جرام ل 160 يعني 120 120 رقم مهول. يا رب إن شاء الله بيكون في صحة وسلامة وعافية ونتمنى لكل الناس اللي عندهم هذه المشكلة أنه يتعافى ويرجعوا للوزن الطبيعي. أنتوني شو في خبريتك لليوم؟ بلال خبريتي أنه في تقريبا 150 بنت صغيرة عمرهم بين 4 و 16 سنة شاركوا بملكة جمال مس فنزويلا ميني فنزويلا صار بالكاراكاس. المشاركات بالمسابقة كانوا من جميع بلدان العالم. خلال فترة التحضير كانوا عم ياخذوا دروس كيف يمشوا على الكات ووك مثل المودلز كبار المودلز بمحاولة لجعل هذا الحدث قدر ما بنقدر قريب على ملكة جمال العالم. أوه أوكي. رح تقوم دانييلا كامارغو يلي هي ربحت هذيك السنة بتتويج ملكة ميني فنزويلا العام الجديد بس يخلصوا المسابقات. كمان رح تروح على دومينيكان ريبوبليك لتمثيل بلادها بمسابقة دولية اسمها ميني وورلد. حلو كثير. I think هذه المسابقة لازم تنتقل للوطن العربي لأنه في عنا كثير بكل بيت في عنا ملكة جمال. صح الله عليهم. صح كثير حلو. الياسو والله انا عندي خبريه كثير مميزه ولهلا بما انه جاي عيد اضحى مبارك لكل بده ياخذ فرصه ويبعدوا ويروحوا مطرح كثير سبيسيال انه يروحوا على البرازيل لانه بالبرازيل لاول مره استخدموا اسد ابيض واللي هو من اكيد من الحيوانات جدا نادره بحديقه ولايه سانتا كاترينا. اوكي. ويعني الاسد اللي بدا عرضه هلا على الزوار من خلال شهر كانون الثاني الماضي هو عن انثى اسد ابيض مثل عم نشوف هلا هون بالفيديو بلغ وزنه 25 كيلوغرام وكانت بحاجه الى اشهر كبيره من الرعايه وبيشبهوها القائمين على الزو او حديقه الحيوانات انه مثل رعايه بيبي او طفل صغير. نعرف عن جد يعني الحيوان الصغير عن جد اتس لايك بيبي سو والزائرين كثير انبسطوا وكثير ابتهجوا لرؤيتها والى مساحه هيك صغيره مسمينها مثل سيكريت جاردن او الحديقه السريه هيك 200 متر مربع صغار وبيقولوا انه مش انه خلص يعني استخدمناها على الزو انه خلصت بدها كثير رعايه كبيره مثل ضبط لدرجه الحراره وتغذيه معينه وبتتاكل حوالي الكيلوغرامين من اللحم يوميا سو ايماجن يعني قد ايه بدها رعايه كثير. وفي معلومه صغيره كمان عندنا على الاسد الابيض انه هو شكله فريد لانه هي حاله وراثيه فريده من نوعها بتعرف بالبياض او عدم اللون يعني لايك ترانسبيرنسي وعددهم كثير قليل في العالم ما يبلغ ما حوالي 30 اسد فقط.
سو يلا نروح بالفرصة على البرازيل. هلا هو قصده الياس انه مش عيد الاضحى تروحوا تضحوا بالاسد في البرازيل بس تروحوا بتشوفوا البرازيل. نحن اخذناها من منطلق انه هوليدي. كثير حلوة ليش ليه؟ فيري نايس. هلا بنطير من البرازيل على وين يا للا؟ على المطبخ عندنا أكلة قصدك على المغرب؟ على المغرب وياس بالمغرب شفت المغرب لعنا بيتو راح نروح لعند الشيف سعاد. اهلا وسهلا فيك. سعاد حبيبتي شنو احوالك؟ لاباس؟ لاباس انت لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس سعاد اهلا فيكي. قالوا لي رح تعمل لنا كسكس مغربي. ان شاء الله ان شاء الله يكون بيعجبكم يا رب ويكون عندي حسن الظن تبع الجامعه اللبنانيه وجميع العالم اللي بيشوفوني اليوم. اوكي اول شيء اللحمه ضفتي لحمه خروف غنم ضفتي بصل كزبره بهارات مغربيه. شنو هما البهارات المغربيه؟ شو تقريبا على الكسكس التونسي ولا لا؟ زنجبيل اوكي بهار اسود عرفي اوكي هذه خلطه لحمه بهارات للحمه اوكي هذا اللون اصفر ملح وزيت اوكي اول شيء بحط لحمه وبصل وبهارات وزيت وكزبره والخضره شويه ونخليهم على الطنجره عم ينقلوا بعد شوي بدي نضيف لهم مي ونحط وين راح تحط الخضره؟ الخضره بدي احطها هون من هون اي نعم اوكي والكسكس من فوق الكسكس من هون عشان نطبخها عشان نطبخها به هذه هي شو مطلوب مني هلا بدي احط لحمه تبعتي راح نحط الخضره مع اللحمه وبصل وكزبره وبهارات وزيت بلا ولا شيء ما في طماطم ما في لا لا بعدين بعدين هذا غير هذا غير أوكي. بس ينقلوا مليح هلا بيتقلى اللحمه بيتقلى اللحمه مع البصل وكزبره وبهارات اوكي بعدين بس يتقلوا بدي نضيف لهم مي المي اوكي بس يغلي المي بدي احط الكسكس من فوق فوق طنجره على البخار اوكي ونخليه يستوي الكسكس كيفاش عملناه تفورناه قبل على البخار؟ زيت اها مثلنا يعني شوي ايوه زيت اوكي مرمتهم شوي بعدين بحطهم بال هاي بالطنجره من فوق تيتفور يتفور اوكي بس يطلع البخار بدي احطه على الجناب بنحط الجزر اوكي بعد شوي بنضيف الخضره كل شوي والثاني رح ندوق كل شوي بتيجي لعندي واهلا وسهلا هيك رح اعمل خلاص ما بصير خلص يلا شكرا كثير يعني انا رح نشوف اي بيصير فيك تبلش منها ما احنا اخر الحلقه بدنا نشوف الكسكس رح نرجع لعندك بلاد ولاخبارنا العالميه ثانك يو شيف سعاد توصينا اليوم في الكسكس انا جاي من غير غدا انا جاي تقريبا الساعه 3 مازال ما كليناش انا جاي مخبي بطني كله للكسكس بتحبوا الكسكس شباب ولا لا؟ منيح عجوا كل شيء بيقطع الورا من المغرب بنطير على تورونتو والفيلم فاستيفال اللي حاطين عيون كبار عليه ليش؟ لأنه في فيلم لبناني اسمه Very Big Shot وقدم عرضه الأول في هذا المهرجان تفاصيل في التقرير التالي تفضلوا يعتبر مهرجان تورونتو العالمي للأفلام السينمائية من أهم المهرجانات ويقف اليوم إلى جانب مهرجان كان برلين والبندقية كمضيف لأكبر عدد للأفلام وأضخم سوق للأفلام العالمية ويستضيف كعادته سنويا نجوم السينما والمخرجين والمنتجين العالميين وقد افتتح مهرجان تورونتو العالمي للأفلام السينمائية هذه السنة بدورته الأربعين وكان فيها للبنان حصة نفتخر بها إذ يمثل لبنان من خلال فيلم سينمائي طويل واحد هو فيلم بعنوان Very Big Shot للمخرج والكاتب ميرجان بوشعيا وبالإضافة إلى الفيلم القصير موج 98 لإيلي داغر Me if go to prison it will be all my life Him because he was like under the minimum age He just like go for maximum 10. وقد افتتح فيلم Very Big Shot عرضه العالمي الأول بحضور 450 شخصا من مختلف أنحاء العالم والملفت نفاذ التذاكر بغضون ساعات من إعلان بدء المبيع الجماعة وصوني أنه خبرك أنه البضاعة لازم بكرة تكون بسوريا الجدير ذكره أن الفيلم من بطولة ألان سعادي فؤاد يمين بالاشتراك مع وسام فارس طارق يعقوب ألكسندر أهوجي جورج حايك وفادي أبي سمرة وبمشاركة الإعلامي مارسيل غانم لأول مرة في فيلم سينمائي
الخير. الليلة وقبل السياسة انفجار سينمائي التقطته عدسة سينمائي. ومن الملفت أن الفيلم سيتابع تألقه عالميا، حيث سيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي إلى جانب كبار مخرجي هذا العصر، على أن يحط في الدول العربية ولبنان نهاية العام الحالي. بدي أعمل فيلم، شو بقول؟ Here we go. واو. فسحت امل جديده للسينما العربيه واللبنانيه تحديدا. واسمح لي عقلي بشغلي. تفضل. مبروك لمهرجان بوشعيا، وبدنا نقول كمان مبروك كثير كبيره، لانه امبارح وزاره الثقافه اللبنانيه قالت ترشيح فيلم وينون تيمثلنا بجوائز الاوسكار، وان شاء الله نوصل على الفايف نومينيز يا رب. جورج خباز امبارح حط علق، المؤلف اكيد الكبير والممثل حط انه بصيص امل، وان شاء الله يكون هيدي كمان. كأي يد عادية. هذا وقد أصبحت ريبيكا واحدة من مبتوري الأطراف الأكثر شهرة في عالم الموضة الآن، بعد أن واجهت صعوبات كثيرة في بداية مسيرتها ورفض معظم وكالات الأزياء التعامل معها بسبب حالتها الخاصة. كما ذكرت ريبيكا في إحدى مقابلاتها أنها تريد حقا تغيير طريقة تفكير الناس تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام قدراتهم الذاتية، وذلك من خلال كسب اهتمامهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما وأنها تريد أن يعرف الناس أن حالتها هي نعمة وليست نقمة. فوالا، بيضلوا هدول الناس دايما بيعطونا امل، وهدول البوسترز هدول اللي بيعطونا شيء حلو من برا قد احلى من جوا. هلا عم طلع شيز جورجيوس. مش بس اول عرضه، كمان مادلين ستيوارت عندها داون سيندروم وعم تشارك بالاسبوع الموضه المقبل بنيويورك. صح. كمان يس. قديش هدول الناس فعلا ملهمين، وبيقولوا لنا انه كل المشاكل اللي عندنا ولا شيء كومبيرينج للناس اللي يمكن من غير اعضاء وعم بتعيش بانرجي اكثر من الناس السليمه كومبليتلي. هذا بياخذنا الى اسبوع لندن اللي بينطلق اليوم بعد ما خلص امبارح نيويورك فاشن ويك. خلونا نشوف شو راح يكون ابرز معالم هيدا الفاشن ويك، وخصوصا انه الانتقادات كانت كثير كبيره على نيويورك فاشن ويك لما فيكتوريا باكم استعملت مودلز فيري سكيني. فهل هيدا الشيء راح نشوفه بلندن، وكيف الاراء والتوقعات؟ تفضلوا. ينطلق اليوم أسبوع الموضة لربيع وصيف 2016 للملابس الجاهزة في لندن، على أن يليه بعد ذلك أسبوعي موضة، الأول في ميلان والثاني في باريس، ويختتم أسبوع الموضة اللندني فعالياته في 22 من الشهر الحالي، يتخلله عروض كثيرة منها لبربري، أردام، أنطونيو بيراردي، لوي فيتون، فيفيان ويستوود، ماري كاترانزو، بول سميث، صوفيا ويبستر وكثر آخرون، مع ما يتضمن الأسبوع من حفلات وسهرات احتفاء بصناعة الموضة وروادها.
هذه الأثناء يحلل محررو الموضة أن أبرز ما سيتم تسليط الضوء عليه هو العارضات اللواتي اختارهن المصممون، وإن كانوا من خلالهن سيروجون لمبدأ العارضة النحيفة جدا ذات المظهر غير الصحي، أمر انتقدت عليه فيكتوريا باكهام بشدة خلال تقديم مجموعتها الأخيرة ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، إذ وجهت إليها أصابع الاتهام بتجاهل النزعة العالمية للحد من ظاهرة العارضات شديدات النحافة وما يترتب على ذلك من مفاهيم خاطئة للجمال، أمر تجاهلته باكهام تحديدا من خلال العارضة بيتن نايت التي بلغت من العمر 17 عاما وبدت على الرانوي وكأنها مريضة من شدة نحافتها حسب ما كتبت الصحف. كارولين نوكس رئيسة الهيئة البرلمانية المتخصصة بمتابعة شؤون المرأة وكيفية تصويرها في الإعلام والموضة والمرافق العامة قالت بأن على البريطانيين أن يتبنوا قرارا يمنع استخدام عارضات نحيفات جدا إلى أسبوع الموضة اللندني، تماهيا بفرنسا التي أصدرت تشريعا يحدد مؤشر كتلة الجسم أو البي أم آي للعارضات ويمنع استخدام منهن دون المستوى المحدد. كانت هذه أخبارنا عن الأزياء وعالم الأزياء وأسابيع الموضة، ورح يكون عندنا اليوم في حلقة هذا الجمعة ملف خاص عن عالم الأزياء، قديش الاندستري متاعه كبيرة وليس فقط مظهر وشيء سطحي وشيء تافه، بل هو عبارة عن صناعة وتضخ الملايين والمليارات من الدولارات. بعد الفصل الإعلاني راح نطير على إيطاليا أين سيمثل لبنان عمل مسرحي، والناس في إيطاليا راح يكتشفوا الفولكلور اللبناني في إيطاليا إكسبو 2015، فكونوا في الموعد. جنتلمان راح نضل مع بعض ونكتشف مع المشاهدين فقرتنا ومنوعاتنا لليوم. فاصل قصير ونرجع، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. Héritage enraciné, orienté vers le futur. CEDAR. حفلات عيد الأضحى 2015 في القاهرة. روتانا تقدم الجمعة 25 سبتمبر. الفنان ماجد المهندس. بدرب وأنا بدرب ما نلتقي، كل الصعب يا حب يا حب. لا لا ولا لا. الفنانة إليسا في فندق سامراميس انتركونتيننتال قاعة كليوباترا القاهرة. للحجز الرجاء الاتصال على 00-227-9888 00-566-558-8638. الفنان إسماعيل مبارك في ألبوم جديد بعنوان مسج. يتضمن 14 أغنية. مسج للفنان إسماعيل مبارك. حاليا في الأسواق. إنتاج وتوزيع روتانا. Enraciné, orienté vers le futur. CEDAR. حفلات عيد الأضحى 2015 في الكويت.
روتانا تقدم ثاني أيام عيد الأضحى، الفنان عبد الله الرويشد. أحلم وأنا نايم بعصفور غرق. الفنان مطرف المطرف. لبيه يا فؤادي. الفنانة شمة حمدان. اللي يحب يقدرك. في فندق الكراون بلازا، قاعة البركة، الكويت. كاتوك، البرنامج اللي بينفرد بنقل اخر صيحات الموضة واهم ابتكارات المصممين بالتعاون مع شركة فاشن تي في العالمية. كاتوك يوميا الساعة 11 المساء على الال بي سي. مرحبا وسهلا بالمشاهدين أينما كنتم، كملين في بيروت. إيطاليا على موعد مع فولكلور لبناني عريق ومع مجموعة من أمهر الراقصين والممثلين ضمن تظاهرة فنية ثقافية تتمثل بعمل مسرحي ضخم يحمل توقيع كاراكالا. نتعرف أكثر عن هذا العرض ونستقبل الممثل القدير رفعت طرباي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، نورتنا. وانت نورتنا. ربي يسلمك ويحفظك. الجزائر وبالكسكس بالجزائر هو لطيف. هلا حنرجع، انا ما راح دافع، حخلي الشيف سعاد هي تدافع على الكسكس نتاعها. ميشيل فينيانيوس، اهلا وسهلا فيك، مديره الجناح اللبناني في اكسبو ميلانو. اهلا وسهلا. وايضا روبا الكيك، المستشاره الاعلاميه لوزير الاقتصاد والتجاره اللبناني. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اهلا فيك، نورتونا. طيب، اول شيء قبل ما نخوض ونحكي عن المشاركه اللبنانيه، نعرفوا المشاهدين عن اكسبو ميلانو. ميشيل، اكزاكتلي. اكسبو ميلانو هو هلا اهم معرض على الساحه العالميه واكبر معرض، 1.1 مليون متر مربع. واو. يس، اتس هيوج. اكثر من 145 دوله مشاركه ومن بيناتهم لبنان، ونحن فخورين كثير بهذا الشيء. واكسبكتد 20 مليون زائر باخر هالست اشهر، بلش بماي وبيخلص إذا الله رد بإند أوف أكتوبر. حلو كتير. So it's a very very big exhibition. هو نفس الإكزيبيشن يلي ب 1889 بقي منه عن تور إيفل بباريس. Excellent. ويمكن روبا هي بتخبرنا شوي عن دور لبنان. طبعا نحن اليوم كنا دور وزارة الاقتصاد. نحن اليوم عبر اكسبو ميلانو عم نمثل لبنان على الساحة العالمية. لبنان اليوم موجود بين 131 بلد مثل ما ذكرت ميشيل، ونحن بالتحدي الكتير كبير ضمن هالظروف اللي عم نعيشها، لبنان عم يقدر يثبت حاله مرة جديدة على الساحة العالمية. هلا هدف وجودنا نحن هونيك طبعا هو بيندرج ضمن التيم الجنرال تيم تبع اكسبو ميلانو، اللي هو مكافحة الفقر ومكافحة الجوع بالعالم والتوجه نحو الغذاء السليم، feeding the planet energy for life. وكمان اندرج هذا الموضوع وتطبق ضمن الجناح اللبناني بمساهمة شركة آيس اللي هي رسل اختيار عليها ضمن الدولة اللبنانية لتكون هي مشرفة على هالجناح ولا إدارته. ومن ضمنهم عمل إذا بدكم مثل رسالة للمطبخ اللبناني ومشتقاته وكيف بيتواصل وبيأثر على ثقافة لبنان وحضارته وتاريخه، ومن خلالها كمان قدرنا نتواصل مع البلدان المجاورة، نقدر نعمل علاقات اقتصادية bilateral meetings تتجسد بلبنان باستثمارات او بوعود لتعاون سوا بالمستقبل القريب في مشاريع اوريدي بلش يشتغل يعني ينشغل عليها من خلال وجودنا هناك. فاذا هالوجود عم بيكون على صعيد ثقافي وفني واقتصادي محض. واكيد هون بدي استفيد لاتشكر كل الناس اللي دعموا عبر مشاركتهم باكسبو ميلانو، من طباخين ماهرين بلبنان، من فنانين، من ناس بيقدروا يقدموا رساله بيوثقوا فيهم اكيد الاودينس. واليوم هذا الشيء عم يتوج مع كاراكالا بالنهار الناشونال داي للبنان باكسبو ميلانو. كاراكالا لغه الرقص، هي اللغه المفهومه من كل العالم. نحن عم نعمل هذا الشيء ب 26 الشهر بوجود طبعا عندك وزارة. وقت في عندنا وقت حتقولي كل هيدا الشيء يعني في وقت. بس هو هيدا الدور الاساسي انه نقدر نحن نخلق علاقات مع هالبلدان الموجوده ونقدر كمان نصدر ثقافه لبنان لبرا. حلو كثير. طيب حيكون معالي الوزير الله يخليك. حيكون في لكان لبنان بكل الوانه وانواعه، المطبخ اللبناني. انا كثير بحب التبوله. استاذ رفعت، الف ليله وليله، هيدا العمل المسرحي اللي جمهوره كبير واللي انتشر
كثيرا، عرض في الصين بال 2005. نعم. ليش رجعتوا اخترتوه هذا العمل بالذات ليرجع يمثل لبنان في اكسبو ميلانو؟ لانه بالحقيقه هيدا لغته بالمقدمه قلت انه فولكلور، ما انه فولكلور، لغه الرقص الباليه العالميه موجوده بقوه بهالعمل، لانه نحن شغلين فيه على ريمسكي كورساكوف وشغلين فيه على رافيل، والحلو بهالعمل هو الوصل بين ريمسكي كورساكوف ورافيل، كيف وصلها محمد علي جولي بالموسيقى وكيف وصلها كاراكلا بعمليه الرقص. اذا اللغه التعبيريه هي لغه الباليه بشكل اساسي، اما الفولكلور فله دور كمان باللوحه الاخيره بالعمل. حلو كثير. طب استاذ رفعت، شو عم نعيش بألف ليله وليله؟ حكايه شهرزاد، شهريار، شو دورك الاساسي حكايه شهرزاد وشهريار طبعا؟ أوكي. وكيف توزع الحكم بين الاخوه اثنين، وكيف يعني شغله بطريقه كثير حلوه شغلها ايفان كاراكلا واليسار كاراكلا وعبد الحليم كاراكلا كمان حاط ايده بقوه بهذا العمل. انا دوري بالعمل هو الراوي، والغريب انه هلا في ايطاليا الراوي انا عم بحكي بالتلياني. مع العلم اني ما بعرف تلياني. لا طيب كيف حتعمل؟ عم بحفظ النص. عم تحفظ النص. واكيد يعني تقدر تمثل بدك تعرف كل كلمه عم بتقولها. اكيد انه عم بنحاول. حلو كثير. حلو يعني ميشيل، تجربه حلوه كثير. فيري نايس. ميشيل خبرينا كيف تم الاتصال بكاراكلا واختيار هذا العمل بالذات؟ دفنتلي مش مفروض يصير في اتصال، يعني نحن كاراكلا هو اول تشويس بنفكر فيه، ان كان نحن كشركه ايس بنعرف اكزاكتلي مين نختار، وان كان كمان وزاره الاقتصاد لانه صار في تنسيق تام بهذا الموضوع. حابه انا ادوي على فكره كثير اساسيه، وهون بدي اشكر استاذ ايفان يلي هو عم يطلع فريمون بكل فول سبورت لبرا مع كل الاكيب تبعه، ونحن فعلا يعني وي ار لوكينج فورورد لهذا الشو. حلو كثير. بما انه عم نحكي عن كاراكلا استاذ رفعت، امتى كان اول تعامل لك مع عائله كاراكلا؟ كيف كانت التجربه؟ بالحقيقه الشغله بترجع لسنين عديده كثير، وتكررت بكل الاعمال اللي اجت لاحقا. الشغله بترجع لشي 20 سنه تقريبا بمهرجانات بعلبك. كان عم بيقدم مسرحيه لشكسبير بوكو دي بروي بور ريان، ضجيج من ميشيل ماشي. ووقتها كنا مجموعه كبيره من الفنانين المسرحيين والمغنين وكذا، وكان اول تعامل لي مع كاراكلا. انما انا انت بعرف كاراكلا يمكن قبل ما اخلق. حلو. الحقيقه دائما كنت مدهوش بشغل المبدع الكبير عبد الحليم كاراكلا يلي قدر يوصل الرقص بالشرق للعالميه. وهيدا باكسبو ميلانو مثلا هلا عطينا مسرح مجهز خصيصا هذا المسرح تيستقبل السير دي سولي، يعني بدك تعرفي مدى تجهيز هالمسرح تقدر تستقبل السير دي سولي، بده يكون التجهيز جيد، وهيدا ما بينعطى لمين مكان، ما معطى لكاراكلا. حلو كثير. روبا خبرينا كيف العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين لبنان وايطاليا على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الثقافي؟ ايطاليا هي من الشركاء الاول للبنان بين الاستيراد والتصدير. هلا بطبيعه الحال البالانس منا اكيليبري، بس ايطاليا من الشركاء الاول، يعني بينعدوا بين اول خمسه لبنان بيتعامل معهم على الصعيد التجاري، وهذا الشيء طبعا كمان سهل وجودنا بميلانو. والقصه بتتخطى ايطاليا هونيك كمان مع التليان ايد بايد، لانه 131 بلد موجودين من جميع القارات، الافاق مفتوحه. نحن عم نكفي هون ميسيون طرحها معالي وزير الاقتصاد والتجاره دكتور علاء حكيم، هي الدبلوماسيه الاقتصاديه، يعني عبر الانفتاح على البلدين نحن عم نخلق علاقات اقتصاديه. حلو. وعم نسهلها، وجود الجناح اللبناني كان تجاهنا وتجاه كل الناس اللي شاركوا فيه مثل هاب وبلاتفورم ننطلق من خلالها للبلدان المجاوره، ان كان بالبايو ميديترينين كلاستر اللي نحن بننتمي له كجناح، او الاجنحه الباقيه اللي فيها البلدان الثانيه من الغرب والشرق. عم بتبين لي انه كلهم مش كلهم. شفتوا علاء حكيم غير شكل. كلهم مش كلهم. بالحقيقه انا هون بدي اسجل هيك ملاحظه صغيره،
بيسوى كان وزارة الثقافة ووزارة السياحة يساهموا بهالعمل. ولا يقولوا لنا ما في مصاري، في مصاري بس لغير شيء. اوكي، بس المهم نجاح العمل اكيد. نعم. هذا اهم شيء. اذا انت كل واحد بيشارك يعني بطريقته وبيعبر بطريقته، نحن ان كان كشركه ايس او ككاراكلا او كوزاره، اذا انت نحن عم نعطي لبلدنا قبل ما نطلب، وهذا اهم شيء. مشان هيك لازم كل فرد من افراد المجتمع يتصرف مع بلده بهذه الطريقه. كاراكلا بالراس، نحن بالتنظيم، وحتى كاراكلا مجانا هناك، مش عم بتاجره. مشان هيك عم بلوم هالوزارتين، لانه كاراكلا لازم يبقى. انا اذا بتسمحوا لي بمداخله هون، بدي اشكر كل الناس وعلى راسهم اكيد كاراكلا، بدي اشكر جيمان وكيان والعديد من الفنانين اللي دعمونا وكانوا عن جد موجودين حتى يقدروا يساعدوا ووصلوا الصوت، لانه اليوم الوزير عم بيمثل وزاره ولكن العمل هو عمل للبنان. نحن جربنا نطلع دائما بمساج كثير ايجابي هونيك بالرغم من كل المضايقات اللي صارت، ان على الصعيد المحلي والاقليمي واخر التطورات اللي صارت، ضلينا نصرخ بطريقه كثير اوبتيميست مشان نقدر نفرجي انه لبنان بعده بيقدر يكون موجود على الساحه العالميه، وهن كانوا اكبر سبورترز لنا لانه امنوا انه هذا الاكسبو هو للبنان، منه لا للوزير ولا للوزاره ولا لايفنت اورجنايزرز ولا لاشخاص. بهيك احداث اصلا وايفنتس كل الوزارات المفروض تتلغى، او بيضل الهدف واحد، تمثيل لبنان وحب لبنان. كل واحد بينسى شو البوزيشن بتاعه باي وزاره بينتمي، كل الواحد كل الجهود المفروض تنبذل بطريقه مميزه. وهذا هدف مشترك يعني تنوصل صوره وفخر للبنان. استاذ رفعت، العمل عم يقدم كل مره ببلد مختلف واكيد رح تكون في ردود فعل مختلفه، قديش بتتلقى الثقافات الغربيه هالتراث اللبناني؟ العمل بالحقيقه مثل ما قلت لك انه في لوحه تتعلق بالتراث اللبناني، هي لوحه الفولكلور الاخيره. اما العمل فلغته عالميه، كل العمل بما فيه التراث اللبناني لغته عالميه يعني، ونحن منا غريبين عن هالشغله. انا صرت مرافق كاراكلا ان كان بالولايات المتحده الامريكيه بعده اماكن، او باوروبا بالعواصم الكبيره، او بالصين او باليابان الى اخره، ودائما كاراكلا اللغه يلي بيحكي فيها هي لغه الجسد، لغه التعبير يلي بيحكوا فيها بكل مدارس الباليه بالعالم. هلا عنده ستيل الخاص تبعوله وهيدي قيمته. حلو كثير. كلمه اخيره ميشيل، شو انا اول شيء بدعي الجاليه اللبنانيه باوروبا انه تيجي تشارك بهذا الحفل الكبير، لانه نحن مزبوط عاملين ب 26 حفل فيري فيري بيج مع كاراكلا، بس كمان ب 24 الشهر في حفل تشيز اند واين ريسبشن مع اوبرا إليا فرانتيس اشهر من ان يعرف، بويمز مع طلال حيدر يلي هو شاعرنا الكبير، واستاذ ظافر شاوي اللي هو بريزيدون دو لونيون فينيكول دو ليبان كمان رح نعرف عن النبيذ اللبناني. التايتل تبع هيدي الامسيه هي ذا اورينت ميتس ذا اوكسيدنت، لبنان جايه بهديه لميلانو باوبرا من لبنان، دونك اتس ا فيري فيري نايس بروجرام، كثير مهم اذا فيهم كل الجاليه اللبنانيه يجوا ويشجعونا من كل اوروبا. حلو ربا. انا الكلمه الاخيره اللي بدي اقولها من بعد ما تشكرنا اكيد الكل بدون تفاصيل، نحن اول شيء بنطلع لنجاح هيدي الاكسبو من النتائج اللي رح تنتج عنا من تطوير علاقات مع البلدان الموجوده والمشاركه، وبلشنا نقطف ثمار ولو متواضعه، ولكن هلا عنا مشروع مع احد البلدان هو للانماء المتوازن بلبنان، ومثل هبات معطاه للمدن والقرى اللي موجوده على الحدود البعيده عن بيروت، ان شاء الله نقدر نجسده باقرب وقت ممكن، عدا عن اكيد البايلاترال ميتينجز اللي صارت كمان في إلها رح يكون ان شاء الله ثمار منيحه جيده للبنان. بس انا هون عندي مداخله صغيره، انا بحب طمنك انه كاراكلا كثير 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 معروف بايطاليا، وما في خوف ما تكون القاعه مليانه على الكرسي. نحن بدنا اياها مليانه واكثر. اكثر. كلمه اخيره استاذ رفعت قبل ما نختم. بالحقيقه انا بوجه تحيه لمعالي الوزير انا حكيم، وبوجه لوم للوزراء اللي ذكرتهم، ولبنان مش بس يلي عم بيشوفوا، لبنان كمان ابداع، لبنان عطاء، لبنان قوه حضورنا بالعالم وبعواصم العالم، مش اول مره عم بنكون عم متواجدين وبقوه. الابداع اللبناني كثير كبير وين ما كان، ما قلنا الا نرمي نظره من جبران وجر قد ايه عندنا طاقات بهالبلد، يسوى انه هالطاقات هيدي هي تحكي باسم لبنان، ودائما وابدا
وابدا الطبقة السياسية تروح تتضبضب. شكرا جزيلا ميشيل روبا ومسيو رفعت، شكرا جزيلا ويا رب موفقين بهالاكسبو اللي بيقدم احلى واجمل صورة لهذا البلد الحبيب. رايحين على فاصل من بعد وراجعين مكملين معكم ببيروت، ما تروحوش بعيد تفضلوا. رجعنا، مرحبا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم. موضوعنا الرئيسي لليوم عن عالم الازياء شقه، والشق الثاني عن عالم كيف الواحد يحقق طموحه ويوصل للي هو حابه بكل قوه وبطاقه ايجابيه. فاليوم راح نحكي عن عالم الازياء، واستوحينا هذا الموضوع من فيلم ذا ديفل ويز برادا، هذا الفيلم اللي حقق نجاحات كبيره من حول العالم، وشفنا كيف ميريندا او ميريل ستريب بهذا الفيلم غيرت مقاييس كثير. طبعا هذا الفيلم كان عم بيصور لنا اديتور ان تشيف لمجازين فوغ انا وينتر، اللي هي اللي بتعمل لابلي لو بوتون في عالم الازياء هيك بيقولوا. فخلونا نحكي عن هذا الموضوع ونستضيف في هذه الحلقه المسؤوله عن قسم تصميم الازياء في اسمود غادة خزان. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم، نورتينا. شو الاخبار؟ ميرسي، كله تمام الحمد لله. هو كمان بيكمل معنا اللايف كوتش انتوني رزق. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك جدا. هلا، مع انتوني رح نحكي هاو تو ميك ات ان بيج سيتيز، كيف الواحد ممكن ينجح بعمله اذا ضلوا ببلده او اذا طلع لبرا، كيف ممكن يندمج بسهوله وبياخذ هذه القوه الايجابيه وينجح. فاذا انتم كنتم من الناس اللي عندكم شويه مشاكل هاو تو بي بوزيتيف اول ذا تايم، وشو الخطوات اللي بتعملوها باش تضلوا ايجابيين في حياتكم، يمكنكم التواصل معنا على الهواء مباشره وتشاركونا من خلال هذا الرقم 0961168011. الو غدا، خبرينا الموضه، يمكن الناس بتنظر لها هيك بشيء سطحي، انه موضه وازياء لها علاقه بالرفاهيه ولها علاقه بانه شيء تافه بالحياه. كيف بتعرفي انت الموضه؟ شو الموضه بالنسبه لك؟ انا الموضه بالنسبه لي كثير 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 اهم شيء بحياتي، لانه هيدي مهنتي. بس بصراحه بطلت العالم عم تاخذها برفاهيه بس، لانه نحن عم نشوف الموضه صارت عم بياخذوها بطريقه علميه. نحن بنلاحظ الفرق بالعلم تبعولها. كانوا بالاول اذا نحن قلنا ستيليست اما موديليست، يعني مصمم اما منفذ، ما كان عندها قيمه ولا كان عندها عبره شو انه يعني معناتها هالكلمه. هلا نحن عم نشوف الاختصاص، عم نشوف كل هالجناس كلها كيف عم بتروح على ازياء وعلى الموضه. ليه؟ لانه صار عندها اساليب، صار عندها عمق اكثر، صار في عندها دراسه اكثر بالقماش، بالالوان، بالبشره، صاروا عم بيعرفوا كيف عم بيلبقوا كل شيء على بعضه، صار في تنسيق بكولكشن، صرنا عم نشوف دائما في تام معين عم بيطلع. تغيرت شوي مفاهيم الموضه، مشان هيك انا بحس انه بطلت كثير سطحيه مثل ما العالم كانت تاخذها، اما طرف صغير بياخذها. بالعكس عم بشوف انه في كثير عالم عم تروح على هالاختصاص وعم بيعمقوا فيه اكثر. طيب من خلال وجودك باسمود، حاسه بانه النيو جنريشن، خصوصا نحن بلبنان اللي تعتبر عاصمه الموضه في الوطن العربي وحتى العالم، عندهم هالباسيون بشكل سيريس، ولا بس لانه شافوا بانه هيدا الشيء صار موضه؟ هلا ما في شك انه دائما صارت بتستقبل عدد كبير لدراسه الموضه، بضل في يمكن 5% فايتين منهم عارفين شو ناطرهم ويمكن ما بحبوا، بس ال 95% فايتين بشغف لهالمهنه، لانه هيدي المهنه صارت اختصاصها 3 سنين ما عدا الماستر. يعني نحن هيدي ابدا في كثير عالم ما بيعرفوا هالشيء. بعدين خلال السنين يلي هن بقضوها باسماد اما غير اسماد، يعني في دراسه على تسويق وتنفيذ وتصميم وتلبيق القطع على الجسم المناسب على للست المناسبه للسكتور المناسب. يعني نحن هلا بتحس انه كله بوقته بمحله، بنلاحظ بكثير محلات يعني الشوتينج اللي عم بيصيروا بالمناسبات، بالاعراس، بحياتنا اليوميه تغير مفهوم الموضه. وهالجناس يلي عم بيفوتوا على اسماد عم بياخذوا هالميسيون للاخير، يعني عم بياخذوها بطريقه كثير بروفيشنال، لدرجه انه عم نسمع شهرتهم كثير سريعه
بالاول ما كنا هيك نسمع، كنا تاخذ وقت شوي شهره معهم. هلا شهرتهم لانه عم بيعملوا دي باسيور، يعني خطوتهم خطوه مضبوطه مضبوطه بالمحل وصح. المناسب. اوكي، بما انه هذه الفقره توحيناها من ذا ديفل ويرز برادا، خلونا ناخذ شويه تفاصيل عن هذا الفيلم وتفاصيل شخصيته ونرجع. تفضلوا. أهلا بكم في عالم الموضة، حيث الأسماء العريقة كفيرساتشي وكريستيان ديور تسيطر على الرانوي، وحيث دور ملكة الستايل تلعبه الممثلة ماريل ستريب التي أدهشت العالم بأدائها. Well, it was one of the best written parts that I'd come across in a while. A very strongly defined character that was just unresolved enough that I felt like I could bring something of my own to it and sort of manipulate it a little bit and make it more understandable to me. Ready, reset. What kind of film are we making? Gagro. أخذ فيلم ديفل ويرز برادا رواجا عظيما من قبل النقاد والصحافة والمشاهدين، وكان نقطة تحول في عالم الموضة. ولكن بالرغم من أن أحداث الفيلم تجري في عالم الموضة، إلا أن رسالة الفيلم تتخطى هذا العالم لتطال كل شخص طموح وكيفية تطوره في عمله وفي المدن الكبرى. The Brazilian layout. I asked for clean, athletic, smiling. She sent me dirty, tired, and paunchy. And RSVP, yes, the Michael Kors party. I want the driver to drop me off at 9:30 and pick me up at 9:45 sharp. ويحكى أنهم اليوم في صدد التحضير للجزء الثاني الذي سوف يكون بعنوان Revenge Wears Prada The Devil Returns، وهذا ما ينتظره المشاهدون بفارغ الصبر مع الأمل أن يلقى النجاح نفسه. Revenge Wears Prada هيدا الجزء الثاني اللي متوقعينه ان شاء الله سون. كيف لقيتي للفيلم؟ كثير حلو. يا كثير حلو وكثير تاثرنا فيه، حتى التلاميذ يعني بلشوا هيك شوي يعيشوه. فيلم عمل خضة بالنسبة لنا بعالم الموضة، وصار ريفرنس سمها لبعض لبعض الناس. ويمكن هيدا عن مثل ما قلنا رئيسة تحرير مجلة فوغ أنا وينتر، واللي جسدت دوره أو دورها ميريل ستريب بطريقه كثير حلوه ومميزه. الشيء اللي انا حاب احكيه انه عالم الموضه في ارقام مخيفه، مثلا بس نيويورك فاشن ويك اللي خلص امبارح في رقم اللي هو 733 مليون دولار، هيدا الريفينيوز او عائدات الفاشن ويكس فقط في امريكا، فما بالكم ما يترتب على الاندستري. فهذا اللي حبيت انا احكي عنه، انه هذا المجال بيخلق اوبورتونيتيز في العمل وبيدر اموال على الدول وعلى الحكومات وعلى الناس. فلو كان بس في فاشن ويك بلبنان شوفوا قديش راح يفوت مصاري. فاليوم مثلا بلش الفاشن ويك بلندن واكيد راح تكون في ارقام مهوله ومخيفه. اتس هول اندستري، هي صناعه كثير كبيره، فمش الامر بس ينحصر على انه بلبق لون مع لون او هيك عبالي اليوم اصمم. فالموضوع كثير جدي. مزبوط. هلا هي بالاول كانوا يروحوا عند مصمم واحد ما نعرف غيره، فيرساتشي، ديار، شانيل، اسامي معروفه بالعالم كله. وكانت هالاشخاص اما هالبراندات هي اللي تطلق الموضه، تطلق اساليب الموضه، نحن دائما بنلحقها. هلا صار العكس تماما بتجاره الثياب، بصناعه الثياب. صارت الثياب عم تتاخد الازياء والافكار والتيم تبعو كل الكوليكسيونات من الشارع، من العالم، من الصناعه اللي هي صارت موجوده بالعالم كله، لانه هالصناعه صارت فيها ديكلينيزون، يعني انت جاكيتك نحن من هيدا الجاكيت والالوان والقميص اللي انت لابسها فينا نعمل كوليكسيون طويله، يعني صار في صناعه عمليه نحن عم نقدر نعملها
ونوزعها من وراء الشعب، يعني السوق، من وراء الشارع، من وراء الطلاب، من وراء الجامعات. هيدا الشيء اللي عم يستوحوا منه الموضه، يعني صار في عكسيه بالموضوع، يعني هلا بطل في توندونس مثل ما كنا نحن نشتغل اون توندونس، نروح على سالون انترناسيونال تنجيب دي توندونس ونحن نلحق الخطوط العريضه تبعولها. هلا صاير العكس، صاير كل براند يلي نحن مليانين يعني ما فينا نسميهم، كل براند عم تطلع بعالمها الخاص بالتيم تبعولها بالكونسبت تبعولها، وكل هيدا بيلحقوا اساليب عمليه. اكيد هلا نسبه المردود هيدا شيء هايل، وشيء عن جد نحن اوقات بنتفاجئ بالمردود يلي عم بفوت لهال البراندات. Absolutely. الشق بتاع انتوني لليوم كمان استوحيناه من هذا الفيلم، لانه عن هاثاواي بهيدا الفيلم اشتغلت جوب ما بتحبه، صح، و اتس ان ا بيج سيتي، وهيدا هو حلم يمكن الكثيرين من الشباب العربي اللي تعبانين في بلدهم، حابين يروحوا على نيويورك، على لندن، على ميلان، على باريس. هاو تو ستارت ا كارير ببلد اجنبي، وكيف لازم تكون البيرسوناليتي بتاعنا منذوب في الثقافات الثانية. بلال، في شيء كثير خطر عم بيصير بطبيعة شغلي، بشتغل مع كل أنواع العالم، عالم صغار وعالم بدهم يكبروا وعالم وصلوا بدهم يتطوروا. بستحي أقول امبارح لحضرت الموفي تحضيرا لحلقة اليوم، لفت لي نظري أو دول أندينج فيك تشوفها قبل بوقت، فيك تعرف إنه بنت مستحيل تكمل بهذا المسار، بس سادلي هذا الطريق اللي كثير منا عم بيتبعوها، يعني بيعيشوا بالبروباغندا اللي عم نخلقها انه انا تاوصل لازم اعمل ولازم لازم، ويمكن اوقات بيقطعوا باشياء بشعه كثير. ابسولوتلي. شوف، وانا مسؤول عن حكي، فيك تقطع بهالاكسبيرينس بس ما تضيع حالك along the way. يعني شفناها غيرت بشكلها، غيرت بكاركترها، نسيت اصحابها، نسيت هير بوي فريند، محيطها كله، كرمال شو؟ يعني جيم كاري بيقول شغله كثير حلوه، يا ريت كل العالم بيصير مع كل المصاري بالدنيا تيعرفوا انه مش هيدا الحل، صح؟ So as long as فيك تاخد هالفشخة لقدام، ما تضيع your identity، ما تخلي المدينة تبلعك بضخامتها، you're in for success، you're in for greatness. اللي دايما بقوله، إذا أنا اليوم pilot بدي سوق طيارة، بتطلع معي إذا ما بعرف وين أخدك؟ Probably لا، لازم تعرف destination وين. اليوم بقديني أنا كإنسان أو كindividual بدي أطلع للgreatness، بقديني شوف نجاحي، الend result، مثل ما أنت بلشت بلال، شفت yourself as a success بالآخر، والدنيا انحلت وصلتك لهالطريق، صح؟ وما ضيعت كاركترك. ابسولوتلي. هذا اللي حضرته امبارح، هذا اللي لفتني، انه ضاع كاركترك رجعت لقيته بالاخر. صح. Which was phenomenal. والبدايه في اي بيج سيتي مثل ما عم بتقول يمكن نعمل اشياء احنا ما بنكون مختارينا او مبسوطين منها. انا عشت بلندن، كانوا اصحابي دكاتره وكانوا معي عباقره، وكان عم بيشتغل بالكيتشن، كان عم كومي شيف بكيتشن، عم بينظف بس ل سواء يدفع مصروف جامعته او دراسته او لانه ما لقى جوب ثاني لغايه ما يمرق بهذه المرحله. شو التولز اللي لازم ياخذها معه الواحد لما يروح وبيبلش from zero؟ شو هي الأدوات اللي بياخدها معه؟ من الأشياء اللي اكتشفناها بشغلنا أول ما بلشت تقريبا 7 years ago، صرت فكر شو يعني إنسان ناجح، وكان بدي هالأسئلة لطبقهم على حياتي أنا، لأن أنا بدي صير إنسان ناجح كان يوم من الأيام. أول جواب خطر عبالي، بيخطر عبالي الكل، مصاري. بلشت أدرس عالم معهم مصاري، هل هن ناجحين ومبسوطين بحياتهم؟ طلع لي كتير أجوبة لا. الشهرة، إذا واحد انشهر معناتها صار إنسان ناجح، معناتها صار إنسان مبسوط؟ طلع لي كثير أجوبة لا، منهم نعرف روبن ويليامز، مايكل جاكسون، مارلين مونرو، ألفيس بريسلي، كثروا الأسامي كثير اللي عم بتقلنا إنه مكونات النجاح مش اللي عم نبش عليها، منا مصاري، منا فين، منا إيديوكيشن، كنا مفكرين إنه إذا واحد تعلم وجمع شهادات وصل لمحل، بس أنا وياك بنعرف عالم وغادة كمان قاعدين معهم بي اتش ديز وقاعدين بالبيت ما وصلوا لمحل، وفي عالم ما دعسوا بمدرسة and they seem to shine وبيعدوك positivity كيف ما تلاقيهم. بالنسبة لي إذا حدا عنده تشويس صعب، عنده الكارير، عنده الفيجن، عم بيحلم مثل كيف كنا أولاد صغار، عم بيحلم وين بده يوصل، يتعلق فيها ويغار عليها ويحارب كرمالها، everything else بينصف لحاله. يعني شو ما بده يشتغل as long as they keep their personality وبيخلوا هالفيجن وهالدريم eventually رح يوصلوا، ما في طريقه، مستحيل ما يوصلوا. Definitely. So السر to be successful هو شيء اسمه personal power. انا قد ايه عندي قدره اتحدى حالي واحسن حالي وماي اونلي كومبيتيشن تكون انا،
ما عندي كومبيتيشن بالسوق. اي دومينيت ذا ماركت، انا اللي بحسن حالي لقدام. صح. سو ذيس از ون اوف ذا بيست سيكريتس انا تعلمتهم. ديفينتلي. طيب غدا، قديش مهم تشوفي هالباشن بعيون هدول الستودنت باسماد اللي هن ببلد كثير صغير بلبنان وطلع منه اسماء صاروا عالميين، ف they can see هن ممكن يشوفوا بانه it can happen، هيدا الشيء ممكن يصير وانت بتصير عالمي وبتنجح وتطلع برا من بلدك. تعرف بلال، هلا بدي اخبر قصه يمكن انديركتو ما هي لجواب لسؤالك، بس رح خبرك. من فتره صغيره تلميذ من تلاميذنا عمل دي ستاج ووصل على ميزون ديار يلي هو هلا حاليا موجود عنده عمره 25 سنه. واو. وكان قبل عند ارماس، وانا كان عندي الحشيه اعرف كيف انه وصل لهون، لانه 25 سنه من لبنان، لبناني ما في شيء صعب مثل ما قال انه مزبوط. سالته قلت له كيف انت وصلت؟ دخل حدا عمل لك واسطه؟ حدا ساعدك؟ قال لي غادة انا قدمت السي في تبعولي، انا لحقت السي في، وانا كنت مصر دائما لاحق شغلي وشافوا قد ايه انا مسابر على شغلي وانا وصلت لهون. عن جد يعني نحن بنرفع راسنا فيه. هلا هلا حاليا يحوي بميزون ديار. واو. يعني جد لبناني اسمه ايدي باروت. يعني انا ان شاء الله يكون عم يسمعني هو بيريز اكيد. بس كمان بدي اقول لك بلال، انت بتعرف دائما بتستضيفون تلاميذنا اسامي كثير حلوه. تلميذ هلا عنده مفهوم مثل ما عم بخبر هلا سيستان، انا بدي اوصل، انا ما في شيء صعب علينا، خاصه مثل ما انت عم بتشوف انه بلبنان كل شيء منفتح للموضه. صح. السوشيال ميديا اللي يحو اليوم فاشن ويك تبع نيويورك باللحظه اللي عم بيطلع فيها المانكان على البوديوم. صح. دغري عم توصل لعنا، عم بيوصل لعنا كم شخص عم بيفوت، عم بيوصل لعنا ادق التفاصيل، يعني صرنا منفتحين شوي اكثر كمان هلا، وصار في مساعده اكثر لهالتلميذ يكون عنده طموح كثير كثير كثير، يعني حتى سبقنا بتفكيره. نحن كثير بنستفيد من افكارهم، نحن كثير فيتامينات هن لنا، هن عن جد مصدر قوه وبدهم دعم. دعم معنوي، يعني يمكن اخر شيء مادي بصراحه. مثل ما قال، لانه ساعات الانسان بده يوصل بيوصل، وما في خوف. وبروف انه هالفيلم اكد على حديثنا. يعني اكيد انطوني، قديش مهم الاندماج بثقافات اخرى اذا حب واحد يروح؟ لانه وصلنا كثير من 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 مسجز وايميلات انه انا اي ونت تو جو، اي ونت تو جو، اي ونت تو ميك ات برا، اي ونت تو ميك ات برا. لكن الشيء اللي يمكن الناس ما بتعرفه انه الاندماج في ثقافه اخرى بده تحضير. صح. لانه في ناس بتروح بتضلها متشبثه بافكارها، متشبثه ب ب ب باشياء ما تمشي مع البلد اللي هم موجودين فيه، يت ما ببحي ثقافتي وشخصيتي ومعتقداتي. صح. لكن كمان بكون متفتح على الثقافات الاخرى وبستعمل الاشياء الاساسيه، بتعلم اللغه. انا بعرف في ناس قعدوا سنين بدول اجنبيه بعده عم بيهجي باللغه وبده ينجح. فيمكن لازم اتعلم الاساسيات عشان اطمح لاوصل لاشياء. صح. بقى. صح. في اشياء بقدر حسنها لما اقول اتخلى عنها، وفي اشياء بتمسك فيها وما بفلت لو شو ما صار. بلال، كثير صعب واحد ينقل على بلد جديد وفي شيء رابطه، جنازير حملته، يعني مثل الشنطه اللي حاطط فيها حجار. بس اللي بنتعلمه كلنا سوا انه اليوم اذا انت قررت توصل لهالنجوميه او تبي فاشينيستا، بما انه عم نحكي بهالمواضيع، الانسان اللي عنده هالحلم ما انه انسان دقه قديمه، ما انه انسان رافض التغيير ورافض الامبروفمنت، بس ما يتخلوا عن الاشياء اللي عملتهم. مين اني الفاليوز، ذير بيليفز، ذير اف ذير فيثفول، اذا عندهم ريليجن معين، هودا الاشياء ما يكبوهم بالزباله، يكبوا اشياء مش عايزينها بكاركتيرهم، اشياء مش حيتطوروا ينفتحوا يتعلموا لغه. انا بعرف بيرسونلي عالم صاروا 30 و40 سنه وعايشين بكاليفورنيا وما بيحكوا ولا كلمه انجليزي. صح. بعده بيقول لك كو ستيشن و... انا كمان كان عندي صديقي بيحط الباسبور الانجليزي وبيطلعوا هيك شوي عشان الناس تشوف الشقفه الاحمر انه عنده البريتش باسبورت، وما بيعرف يحكي جمله انجليزي. صح صح. فكان بيعصبني، كان بيذبحني. في مشهد من فيلم ديفل ويرز برادا اي لافد ات، ما بعرف اذا حضرتيه، بس اي ثينك اتس ا ماستر سين، نحضره ونعلق عليه. تفضلوا. It's a tough call. They're so different. Something funny? No. No, 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 nothing, you know, it's just that both those belts look exactly the same to me, you know, I'm still
learning about this stuff and this stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. Mm. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room. The difference of blue created millions of dollars, millions of jobs. تفاصيل بسيطة بعالم الأزياء يمكن إحنا بنفكر أنه هي تافهة لكن هي بتكون كثير أساسية إلى قيمة قديش أنتوا بتعيروا اهتمام لها كثير كثير يعني هو fashion is all about details ولا هلا مثلا إذا أشخاص منه فيتين مثلنا بيطلعوا بفستان هيدا ساب الفستان ما في شيء هو القطعة الساب يلي نحن ما نسميها ساب نسميها أخذ ستيل مينيماليست يشتغل فيه بياخذ معه وقت هيدي القطعة أكثر من 6 مرات من قطعة تكون زخرفة ومشغول فيها تطريز مشغول فيها عمل وشغلة التكنيك هلأ اللي عم يتبعوها بطريقة عم يشوف القطعة بتلبسها فيها كذا قطبة مخباية مثل ما بيقولوا أسرار المهنة فيها سيتا ستيل مينيماليزم اللي عم يشتغلوا عليه وعم بيطوروا بالعكس يعني في إشياء دقيقة مش بس بالكوتور بالأكسسوارات بالستايلينج تبعه للقطعة بدمج القماش مع بعضه باختراع القماش بالترافاي دو ماتيير اللي بيشتغلوه هيدا اللي بقوي كمان اوقات كثير بنشوف قطعه كثير عاديه بالنسبه لنظرنا بس ساعه اللي بنلبسها بتكون عم هي لحالها عم تحكي بطريقه مختلفه صح اليوم صار في كثير هيك نقاط صغيره عم نعلق عليها وعم نشتغل عليها كثير اكثر من مفهوم الظاهري وهيدا نوعا ما الصناعه اللي وصلنا لها كمان يعني بالاساس I remember كانت احدى حد editor in chief of one of the magazines مره كنا بفاشن شو احضرنا فاشن شو ما حبيته قلت لها اتس هوربل اتس هيدا وما حبيته وجو جيب ايمي وهيدا قالت لي at least say thank you to the team لانه في كثير ناس اشتغلوا على هال على الفستان وفي هيدا هيدي الكلمه في شي 50-60 الف واحد عم يصمم بهالفستان وهيدا فقالت لي انه don't be that harsh لانه في ناس تعبت it's a whole industry وين. بس دونك بتعرف بلال ساعه نحن بيجي التلميذ بقول لي بليز انه انا ستيلي هيك ما بحب غير ستيلي هيك نحن ما بنغير ان ستيل يعني ممكن نحن نحب ممكن ما نحب والدنيا أذواق بس نحن واجباتنا وشغلنا لازم نوصل التلميذ انه يوصل على طريقته على اليونيفير تبعوله بس صح من وراء هيك كل شخص كل ديزاينر كل قطعه انت لبسها في مجموعه كبيره عم تشتغل بهالبرودكت لتوصل ابسولوتلي ميري ستريب قالت لان هاثاواي بالفيلم انه انت مخبيه ورا هالستره الكنزه بتفهمينا انه انت يو دونت كير اباوت فاشن وانه انت انسانه سيريس وشايفه انه هذا الموضوع كثير تافه بالنسبه لك حكينا احنا في مره على الجاجمنتال بيبل انه الناس اللي بتقيم الناس من خلال شكلها ومظهرها لكن قديش لازم نعمل بالانس بين انه نلبس الشيء اللي فعلا بيمثلنا وبيكون لا في المكان اللي احنا موجودين فيه لالي انا الانسان الغلط تساله بلاش انا عمري 31 سنه العالم فكر عمري 23 اي هاف تو وير ا سوت جبت انا من هالاخبار اللي بامن فيهم جدا اذا شيء ما بتفهم شيء ما بتفهم فيه جيب
شخص بيعرف. سو جبنا ايمج كونسلتنت قال لا يا انتوني انت يو هاف ا بيبي فيس يو اوريدي لوك يونغ، بدك تلبس شيء كلاسيكال شيء فورمال شيء هيك. سو ذاتس واي اي وير ذا سوت. بس انا اذا بدي اعمل مداخله صغيره انه لازم الانسان يحس حاله مرتاح كمان بالتياب. يعني بالي انه موضه انا بدي البسها، اوقات كثير الجسم مختلف، تقاسيم الجسم اوقات في اشياء بتلبق لي ما بتلبق لغيري الى اخره، العمر له كمان، الظهرات السكتر، يعني ما لانه موضه انا بدي البسها. معك حق، يعني واحد لازم يحس حاله كمان هو مرتاح صح بتيابه، يعني لانه شخصيتك الاي دي تبعولك بتبين من مظهرك. من مظهرك اكيد. انطونيو غدا ثانك يو سو ماتش لوجودكم معنا. ميرسي ميرسي. للمشاهدين رح نروح على فاصل قصير، بنرجع من خلاله رح نتعرفوا على جديد عالم السينما وصالات العرض. اذا كنتم محضرين حالكم لهالويكند وحابين تروحوا تحضروا اشياء، ميرسي دمار رح يعطينا شو جديد دور العرض بعد قليل. راجعين تفضلوا. استوديو مشاهدينا لمتابعة بقية فقرات برنامجنا لليوم، ومعنا أكيد لكل اللي حابين يعرفوا توقعات الأبراج للأسبوع المقبل معنا عالمة الفلك. صرت من أهل البيت جمانة. أكيد من أهل البيت. فينا نقول بس عالمة الفلك إحنا، بس نقول يعني أنت أهل البيت ورفيقتنا وتعودنا عليك بالبرنامج. حبيبتي يا هدى أنا كمان تعودت عليكم أكيد، تحياتي. ولما تغيب علينا بنشتاق لك كثير. إيه ما خلص على طول هلا. مشان هيك ما تغيب كثير، وخصوصا المشاهدين دائما في انتظار هالفقرة اللي كثير مميزة عن الأبراج. صحيح، خصوصا إنه هلا هدى عنا أحداث فلكية جديدة، عنا قطعنا ب 13 شهر بحالة كسوف، وهلا نحن قاطعين على مرحلة من الخسوف القمري اللي جاي ب 28 الشهر. قاطعه ببرج العذراء، يعني شو ممكن يكون انه الكسوف كان قاطع ببرج الحمل وهلا ببرج العذراء. فهون شو ممكن نعطي نصايح للناس، وخصوصا انه لازم يبلشوا استحمام بالملح الخشن، التمر 3 حبات أو 7 حبات تمر على الريق ضروري ياخذوهم، التفاحه اخر الليل كثير مهمه، وبالاضافه كمان يحاولوا يشربوا لترين مي كل يوم لمده، يعني بنبدا من 25 الشهر لبعد 5 أيام يعني ل30 الشهر، لانه تاثير الخسوف والكسوف بيكون قبل ب3 أيام، وبعد ما تصير حاله الخسوف او الكسوف بعده بنهارين لازم نتبع هذا الاجراء لحتى الجسم ينظف، لانه الخسوف والكسوف بنظف الاجسام من الطاقات السلبيه او الطاقات الشريره. فيبلشوا فيها ايجابيه. اي اكيد، وهيك ببلش انه الجسم يتغلف بطاقه ايجابيه، لانه ما تتصوري قد ايه التمر في مواد وفي في شغلات كثير مهمه للجسم بتحارب هالطاقات السلبيه هيدي. اوكي، ان شاء الله يكونوا عم يسمعونا. رح نبلش بالبرج الحمل. ببرج الحمل. أوكي. بما حمل، ومثل ما قالت نيفين مره ما بيحتمل، اكيد من انه يحتمل هيدي الفتره لمولود برج الحمل، لانه اجاد وقطع كان بفتره كانت كثير صعبه وكانت كثير سيئه، ان كان على الصعيد المادي او حتى على الصعيد الصحي، وكانت علاقته مع الشريك فيها نوع من التوتر. الاجواء رح تكون ايجابيه، وخصوصا من بعد ما نقطع الخسوف اللي عم نحكي عنه 28 الشهر، يعني ينتظر مبادره من الشريك، الفتره جيد جدا للسفر. كاني شفت اسد مرق بالاستوديو بلالو. اوكي. ما حلوه الفقره بلا بلال. اوه بلبولي ناطرينك. شو هيدا؟ ما حلوه ابدا. تعب بلال تعب. اوكي. ما فيني ما اسمع جومان على شو بتقول. حبيبي يا بلبولي. خير. اي فمثل ما قلنا الفتره مناسبه جدا لمولود برج الحمل اذا قرر السفر، وبالاضافه كمان ينتظر مبادره لطيفه من الشريك، صحتك افضل من اول كمان بكثير. مواليد برج الثور يلي كمان بانتظار قرار عاطفي، القرارات العاطفيه صارت جاهزه، وما على مولود برج الثور الا يعرف كيف يلقطها، لانه حنشوف مناسبات سعيده لمولود برج الثور ان كان بقرار عاطفي او حتى بقرار مهني، لانه الاجواء ايجابيه جدا، والخسوف القادم
القمري اللي قاطع ب 28 الشهر حيغير كثير من حياته، وخصوصا انه قادم على مرحله جديده فيها كثير من الاهتمامات الشخصيه. يعني حنلاقي مولود برج الثور بلوك جديد، بدايت معين، بهاله حلوه، وهذا الشيء رح يساعده انه يكون قبوله عند الناس اكبر، وجماهيريا رح يكون هو ديجا عنده قبول. اوكي، برافو عليك. وحتى جماهيريا رح يكون انه شعبيته كبيره. مولود برج الجوزاء بعد الامور عم بتكون عنده بحاله الصعود والهبوط، يعني بنلاقيه نهار ماشي حاله ومعنوياته عالي، وثاني نهار بنلاقيه رجع داون. فبنقول لمولود برج الجوزاء صحيح 2015 ما كانت سنه ايجابيه عليك، ولكن انت هلا قادر تخليها سنه ايجابيه، نطرد هالافكار اللي تلبستك والافكار اللي راودتك بين وقت ووقت، ونفكر باشياء ايجابيه لتبلش تلقط الفرص القادمه، وخصوصا انه هلا عطارد صار بموقع ايجابي لك وحيساعدك تقدم كمان. ما بدنا تقدم تنازلات، ولكن تقدم نوع من البراهين لشريكك يلي برم ظهره بدون اي سبب، وهون انت الحق معك مش الحق عليك، رغم انه شريكك كان عم بيحاول يحط الحق عليك. بالاضافه كمان لمولود برج الجوزاء يلي كمان اموره المهنيه كانت شوي فيها هيك نوع من الارتباكات، بنشوفك انه رح تاخذ حقك المهني بوقت قريب. مواليد برج السرطان كنا وعدنيهم من شي شهر شهر وشوي، قلنا لهم افراح ومناسبات، وفعلا بلشوا يفرحوا، وكثار من مواليد برج العذراء يا اما خطاب جايهم يا اما سرطان ام عذراء، عفوا السرطان، خطاب جايهم، مناسبات حلوه، عقد قران، زواج، بيبي جديد، يعني الامور اي المشتري عندهم اياه هلا عم بيساعدهم، مقدم لهم الدعم، وخصوصا انه جاي على زاويه عاليه جدا ومقابيل مولود برج السرطان، يعني هالدرجات العاليه الدرجات الفلكيه كثير قدمت له دعم من بعد ما كان قاطع كمان بمراحل فيها تعب صحي. لكن افراح ومناسبات موجوده عند مواليد برج السرطان، وكمان الخسوف القمري ما رح ياثر عليه باشياء كثيره ابدا ابدا، ولكن قاطع ببيت العائله عنده والاخوه، احد افراد عائلته ممكن يكون تعبان، ولكن شخصيا على الصعيد الشخصي مولود برج السرطان حيكون وضعه كثير ايجابي، وكمان حنشوف انه اذا كان عم ناطر فرصه عمل جديده، خليك بموقعك وانطر الفرصه الجديده لانها قادمه. مواليد الاسد ناطرين الاسد نحن يلي هلاله علينا. مولود برج الاسد الخسوف القمري يلي قاطع ببرج العذراء اللي هو بيت المال عندك، صحيح حيأثر عليك وانت من اول السنه تعبان ماديا، ولكن كنت عم بترقع، يعني عم بنشيل من هون ونحط هون، وعم بيظبط وضعه مولود برج الاسد. لكل مواليد برج الاسد اللي عليهم ديون حيخلصوا من الديون والمستحقات الماليه، والمفروض انه يبلش يستقبل مبالغ ماليه يعرف كيف بده يوظفها، وبنفس الوقت انه يوظفها على حاله، لانه كان بوقت من الاوقات كل المصاريف كانت عم بتروح لحواليه تضحيات، ان كان اهل بيته ولا ان كان باشياء متعلقات بالبيت والعيله. لكن هلا حنشوف بحبوحه ماليه حتبلش تدريجيا عند مولود برج الاسد، وبالاضافه كمان للهاله اللي تعودنا عليه فيها رح تكون افضل، ومن بعد ما كان قاطع باعباء كثير كبيره ومسؤوليات على كتافه عم ببلش يقسم الادوار، وكمان سفر بانتظاره قريب، وكمان تقارب رائع جدا مع الشريك من بعد ما كمان كانت الامور العاطفيه عنده اياها بحاله تارجح ما بين هيك وما بين هيك، لا هلا فتره مناسبه جدا للتقارب العاطفي ما بينه وبين شريكه. وصلنا عند مولود برج العذراء يلي اكيد بدنا نقول له دير بالك على ممتلكاتك، على اموالك، على وشايات، وحتى افتراءات كلاميه ممكن تطالك من بعض الاشخاص او المحيطين فيك، وقد ما فيك كمان حافظ على دارك داخل الدار، ممكن لانه تتعرض لخسائر ماليه او حتى تتعرض لقطوعات داخل البيت. كمان بنقول لمولود برج العذراء الورق اللي كان ناطره فيما يتعلق بسفر او باقامه او حتى بعقود عمليه صارت قريبه جدا، وصارت انه ما ناقص الا تبلش تمضي عليها وبوقت قريب. دير بالك على صحتك، واما عاطفيا فالمفروض انه تكون الامور العاطفيه بلشت تكون احسن، ومبادره بتكون من عندك بتصور انه حتخفف الاعباء يلي انت حاملها وعمل لها حساب.
مواليد برج الميزان كمان كنا قلنا 2015 قاسي جدا على مواليد برج الميزان من الناحيه الصحيه، ولكن هلا كمان بلشوا يتعافوا. هيدا ما بيعني انه ما عندهم مراجعات صحيه، بعضهم عم بيتابعوا الاستشارات الطبيه والحميه الغذائيه ومواعيد الدواء مثل ما قايل لهم الطبيب، رغم انه الميزان نفسه قليل، يعني انه بفوت بالدواء ما بيكملوا للاخر. فتابعوا بالادويه تبعيتكم، تابعوا مع طبيبكم لانه مرحله الشفاء صارت موجوده عندكم. وكمان مولود برج الميزان يلي بانتظار بيبي، معظمهم ناطرين بيبي، ومعظم مواليد برج الميزان كمان قاطعين بعتبه بيت وقرار مهني جديد، يعني تغييرات كثير مهمه. وكمان 2015 يا هدى ما تتصوري قد ايه كانت صعبه على مولود برج الميزان من اولها، يعني كان عم بنطف بشعراته ويقول ما بعرف كيف بدها تخلص هيدي السنه. على كل حال بنقول لكل المواليد ولكل الاشخاص بناصرهم احسن، صحيح انه من بعد الضيقه في فرج، وهيدي لازم يحطوها بحسبانهم. والصدقه كثير مطلوبه لكل شخص عم بحس انه اموره عم تتعسر. مواليد برج العقرب الحسد بيقولوا كمان مش بس انه الحسد بيرمي الاسد، الا كمان بيرمي مولود برج العقرب، لانه كمان في مثل بيقول لك حد العقرب لتقرب وحد الاسد فراش ونام. اوف تصوري لوين يعني. فبنقول له لمولود برج العقرب الحسد بقلب بيتك وطايلك. وكمان مبين ملاحظ على كل مواليد برج العقرب يلي عم بيعانوا من كثير مشاكل تعطيل وهالامور هيدي، من بعد مرحله الخسوف القمري بتبلش الامور تكون افضل عندهم. مواليد برج القوس عندك وعندي مرحله ايجابيه رح تكون كثير مهمه على الصعيد العاطفي، رغم انه مولود برج القوس لو شفتوا الابتسامه تبعيته لهون، ولكن داخليا وباطنيا منه مرتاح ابدا، بده يعرف كيف يعبي وكيف انه اموره العاطفيه هو يخليها قريبه منه اكثر، وخصوصا انه الشريك موجود. مواليد برج الجدي اهتمامات ماليه ومهنيه وتقارب مع الشريك، وبالاضافه كمان لفرشه مريض داخل بيته بيطمن عليه وبيصير وضعه افضل، وكانه في عنده ورقه عقاريه وقرارات كثير مهمه بتتعلق به هالورقة العقارية. مواليد برج الدلو تصالح مع الشريك وتقارب مع الشريك، وكمان حنشوف ممكن كمان هالتقارب يودي لارتباط او قرار كثير مهم، وبالاضافة كمان لمولود برج الدلو اللي عنده قرار مهني بانتظاره، بس اللي عنده فراغ مهني يفوت بالقرار المهني دغري، ولكن اللي بموقع عمل بنقول له طول بالك لشهر 11 بتبلش الامور تكون احسن مهنيا. اخر الابراج معنا مولود برج الحوت. مواليد برج الحوت بنقول لكم ديروا بالكم على صحتكم، بعد الفتره شوي هيدي الفلكيه ضيقه عليكم، ولكن في عنا ارتياحات قادمه، وكمان في عنا زوار من سفر وتوقيع على عقود، ولكن بعد الامور العاطفيه ما استوت بعد. كانت هيدي كلها توقعات ابراج صحيح للاسبوع، يعني الاوفر حظا بالابراج كلياتها هيك بعجاله، لانه ما عاد عندنا كثير وقت، يعني مولود برج الثور، مولود برج السرطان، بعدنا عم نحكي الدلو اللي بلش تتحرك اموره. أوكي. ايه والميزان اللي بلش يتعافى صحيا، يعني فينا نقول ايه في اربعه من ثمان ابراج الامور عندهم بلشت تكون احسن. الميزان دائما محظوظ يعني معروف، هو من الابراج الاكثر الاوفر الميزان حظاً. هيك ايه ولا وبدي وما بدي وصح وغلط وهذا الشيء الاقل حقا الاقل حظا بالابراج هو ما بين الاربعه هذول درجه الميزان شوي نخفي من خفضه. اما الاسوء يعني فينا نقول الجوزاء يلي اموره عم تتعرقل شوي، بعدها عم تتعرقل. العقرب يلي منه راضي ابدا، اللي عنده الحسد القوس عاطفيا يعني عاطفيا بعدنا عم نقول لو ابتسامته لهون بس ما انه راضي بكون زعلان. ميرسي يا جمانة وهبي على وجودك معنا. شكرا. كانت هذه توقعات الابراج لهالاسبوع. مشاهدينا قبل ما ننتقل لبريك اكيد رح نشوف احنا وياكم تقرير خاص حضرنا لكم اياه عن معرض بيروت للفنون، بيروت ارت فير اللي فتح ابوابه امس الخميس. اكيد كاميرا برنامج ببيروت كانت موجوده وجالت باجواء المعرض وحملت لنا هالتقرير معها اللي هو من اعداد زميلتنا كارولين سركيس، بنشوفه مع بعضنا. هالمعرض يلي عم يفتح ابوابه بالبيل من 17 ل 20 ايلول من بعد خمس سنين اصبح بغنى عن التعريف. طبعا عم نحكي عن معرض بيروت ارت فير يلي بيجدد برنامجه الثقافي سنويا بتقديم موضوعات جديده ولقاءات جديده مع الفن والفنانين. منذ إنشائه عام 2010 فرض معرض بيروت آرت فير نفسه على الساحة الفنية الدولية
مع رؤية لفن يحمل علامة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية وجنوب آسيا وجنوب شرقها. بدنا نطلع ابتكار للعالم كله، خلي يقدروا يعملوا هن كوبي، ان كان بامريكا او بفرنسا، عامل شيء ارتيزانا سوبر ارتيزانا وورك. اوكي، بهيدا لبنان بهالاوضاع هيدا قادرين نتحدى نحن كل شيء عم بيصير، ظروفنا ونتحدى كل شيء نحن انفسنا عم نتحداها تنعمل شيء جديد للدنيا كلها. نحن ديزاينريين. بتعرفي بيروت ارت فير معرض له مستوى كثير عالي بلبنان، فكلياتنا حتى انا بكون ناطر اشوف شغل غيري بين سنه لسنه، في كثير ناس كلهم حبيبين الفن، متذوقين الفن، وناس عم تفهم شو عم تقشع وشو عم بتشوف. يستضيف المنظمون في مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه بيال حوالي 50 صالة عرض دولية للفن الحديث والمعاصر والتصميم. أنا مبسوط بهذا المعرض، هذه مظاهرة سنوية بعتبر إذا بدك، فنية من نوع آخر، فيها ديكور، فيها فن، فيها قصص كثير حلوة، ألوان، تابلويات، معادن، إذا بدك رخام، كل واحد رسمها أو نحتها أو عارضها بطريقته الخاصة. كثير حلو، كثير حلو، مثل ما نكون شايفين مفول، مع إنه ما توقعنا فيرست داي يكون هيك، أول نهار هيدا، يعني بتوقع بكرة وبعد بكرة يكون بعد أكثر وأكثر. نحن يلي بمصلحة السجاد من 5 أجيال، يعني بلشنا، أنا أهلي اللي بلشوا بال 1792 يتعاملوا بتجارة السجاد، نحن حبينا نكون نشترك كمان لثالث سنة وكبرنا الستاند، وكتير كتير مبسوطين بهالجمهور يلي بعده على الموعد وبيجي وبيستقبل الاشياء اللي معروض بحبه. كتير حلو المعرض، شايفته انه عاجب بما انه اول يوم افتتاحية وهيك، وكانت اصداقه حلوة لهلأ، ان شاء الله يكمل هيك. يمثل الفنانون العارضون كل توجهات الفن المعاصر ويعبرون عن انفسهم من خلال الرسم والنحت والفيديو والتصميم والاداء، ويتلقى الفنانون المخضرمون والفنانون الناشئون ويدعون المشاهد إلى مشاطرة نظرتهم للعالم. هدفي أنه فرجي للعالم فينا نشتغل على كل قطعة شو ما كانت تكون، يعني هدول كراسي خيزران الشعبية اللي كانوا بيستعملوهم بالقهوة الإزاز، جربت أعمل منهم قطعة فنية مميزة وقطعة ما يكونوا كل وحدة مثل بعضها. هيدي القطعة نحن بالهندسة لما نبلش نرسم، نرسم على الورقة والقلم، ناخد بالقلم رصاص لتسي نرسم 2D، نرسم كل شيء 2D. حبينا نحول هالقطعة من 2D اللي هي على الورق تتحول تطلع معنا على قطعة منفذة اللي هي in reality 3D. مثل جاليري منجمع قطع مفروشات، مش يعني شيء غريب، شيء حلو كثير، ومنجرب نعرضهم بدبي وبالرياض ليلفتوا النظر، يعني شيء على طول منجرب نركز على القطع الفنيه الجميله. هذه كانت جوله عامه في معرض بيروت ارت فير 2015، ولكن انتظرونا غدا في لقاءات خاصه وتفاصيل اكثر. هذه كانت الجولة ببيروت أرت فير، أكيد معرض كتير مميز وحلو وفيه العديد من اللوحات المميزة بوجود وحضور عدد كبير أكيد من الأشخاص. فقرتنا وحلقتنا أكيد بعدها متواصلة، بعد البريك رح نكون بجولة فنية مع الناقد السينمائي إلياس دومر والجديد بالصالات السينمائية، خليكن معنا. رجعنا لكم مشاهدينا، معنا مرة أخرى سعاد تنحكي شوية على اليوم البلا، يعني سبيسيال خاص أكلة مغربية، الكسكس اللي ما تابعونا من الأول. أيوة نرجع أوكي، أول شيء ما فيه علينا اللحمة، علينا اللحمة مع البصل، رجعنا حطينا مرقة، حطينا جزر، رجعنا حطينا البهارات، البهارات أوكي، زدنا الماء، زدنا الماء تقريبا، بعدين حطينا ريحة كثير طيبة، حطينا الكسكس. اوكي هلا بتشوفيني شو عملت، هلا حطيت الكسكس. اوكي بدي احط البرغل على البخار،
عشان يستوي على البخار على مهله. ما فورناه مرة. أيوة. ثاني مرة. ثاني مرة. ثاني مرة. أوكي. هذه ثاني مرة. ثالث مرة بالملح وبس. أوكي. إيه. من بعد بتخبرينا انت الطريقه أيوة. التونسيه ايوه انا منعرف الطريقه المغربيه كمان شويه ها اوكي أيوة. هلا بدك تزيد بالكوسه غير ما انا يعني هي ما بده شيء بس بده الواحد ينتبه للبهارات وينتبه للتطبيع كيف اوكي عشان ما تخبص معه الخضره بنرجع بنذكر شو المشاهدين بالبهارات اللي حطيناهم حطينا الملح وحطينا البهار الحل الاسود وبهار حلو اوكي وبهارات اللحمه وقرفه وشوي زنجبيل شوي زنجبيل شوية قرفة مش كتير ليه؟ مش كتير داكو أيوة. اوكي هلا امتى بدنا نرجع نحط الكوسة مع ال بس يتبخر اوكي الكسكس بنحطه هون نرجع نحط الكوسة لأنها بتستوي بسرعة بسرعة بتستوي بعدين آخر شيء بنحط اوكي ملفوف كمان واللعطين وبندورة والحر وبس الحر وينه بالقصة هلا؟ الحر ها هو اوكي هيدا هو الحر لا غير على الحر اللي موجود في حر بودرة بس هني ما جابوا لي بودرة ولا هي هي هذا هو الحر ان شاء الله يعجبكم يا رب هذه يمكن الطبخه المغربيه هو المنعم رح يعجبنا هيك بلال ناطر مش هيك ناطر ايوه عجيبه لا ما هو اكيد بيحب كثير الكسكوس ميرسي سعاد ثانك يو رح نرجع لعندك بلال وشكرا للشباب ميرسي وشيف سعاد مستنيين الكسكسي على ميتين من الجوع ميتين من الجوع الياس تونه خلصت والرايحه ممكن اخبركم شو عملنا في الاستوديو عن جد الو شو في عنا اليوم؟ اول شيء بس اسمح لي اقول للكل اللي حابين هلا قرب في الكفاءات ستودنت في الفستيفال اي كي يو اس اف اف يفوتوا على الفيسبوك على الويب سايت بيفوتوا بيشوفوا انه هلا في فيستيفال لافلام الطلاب ابتداء من نهار الاثنين 3/4 وفي كمان ماستر كلاسز ورك شوبس فبقى هيدي بندعيهم اكيد لكل محبين السينما وافلام الطلاب جريت وفي معنا كمان ثاني بنقول ثانك يو لسيركي امبير شفت انت شو مهضوم التيكت كثير مهضومه حاطين للعيون بنفتح على فيلم بنحبه كثير نحن الجزء الاول هيدا الثاني عم يشوفوها معك اوتيل ترانسلفانيا 2 نشكرهم للبريمير وان شاء الله بنحضره سوا سير حلوه عيون سير ايز تخيلتك عم تعمل هيدا الشيء اي والله لايك ايز انا عم حضر للحلقه كثير مهضومه اوكي رح نبلش بالفيلم المحبب على قلبك هلا نحن بالسيكول ميزونر سكورش ترايلز بلال شو بدي اقول لك يعني ما بعرف شو متوقع انت خبرني ميز شو ايه ولا هلا يعني تغير شوي لانه الاندينج باول بارت ما كثير حبيت معك حق معك حق قطشوها إيه؟ لانه بتعرف في كتاب ثاني وكتاب ثالث مثل ما هلا عم يصير سو بنقلع من نهايه اول فيلم اذا بدك بلنتي اوف اكشن اكشن جدا بالفيلم موجوده نقزيت كثير مفوتين المنتس يعني عن جد نطينا مطرحنا في قدامي صف شباب كلهم من مفطورين العضلات ونطوا يعني حبيت صحراء بالليل صحراء بالنهار بانكرز اقنيه تحت الارض بتلاقي حالك عم تركض وراهم رانينج تريب مع الشخصيات ومنهم هيدا ديلين اوبراين توماس اللي عم يخيطوه مثل ما خيطوا كاتنس ايفردين بهانجر جيمز وتريس بدايفرجنت سو بنشوف شوي من التريلر وبخبرك عنه ديفنتلي Outside, hanging on by a very thin thread. It's only a matter of time before the flare virus wipes the rest of us out. This entire facility is designed to keep you safe. Where are they taking her? They're hiding something. These people are not who they say they are. Thomas, what did you see? We never escaped. It's wicked. It's all just been part of their plan. I really only have one question. Whose side are you on? Come on! Thomas! The maze is one thing, but you kids wouldn't last one day out in the scorch. There's something inside of us that we could want, so we can't let them find us. You guys don't have to come with me. I know we can make it. Come on, follow me! No one's come out of the scorch in a long time. Let's go! Go! Go, go! All those kids that were left behind, I don't want to end up like that. Hello, Thomas. You know me? A lot of our friends died for us to get this far. So we can't give up.
So I'm gonna stop there. Don't you want to know why this all happened? You're so close to the truth. سبوكي. اسم الله على دقة ملاحظتك، لاحظته شفته بالاخر لانه ما بعرف هيكي بالتريلر، بس لاحظت حدا غريب ما رح نقول شيء تمنقول لهم شو المفاجأة. في كاركترز كثير هيك بيفاجئوا بينقزوا عن جد يعني، وبالفيلم انا ويست بول هو اللي عمل اول جزء عن جد بتتصاعد الاكشن وانت ماشي معه، بس كنت متمنى بس لو شوي بفوت انت بالكاركترز، يعني ما بدنا كومبليت كاركترايزيشن تبع الاولى بس ندفي يشتغلوا شوي عليها يعني ان شاء الله بالثالث، لانه بتوصل بعد ساعتين انه اف لانه هو 131 يعني ساعتين و11 دقيقة. ايه في طول فيلم بس انا بعتقد كل المحبين هالاكشن رح يحبوه خصوصا ميز رانر. لكن انا بروح بنحضره. داكوردو افتر ذا ميز رانر شو في عنا؟ هلا من النقزات رح ننتقل للتشبث بالكراسي لانه اي والله ايفرست وخصوصا 3 دي ومعك هالاول ستار كاست وهو بيزد اون ترو ستوري عن هال الجروبس اللي بيطلعوا بيعملوا ماونتن تريب تتوصل انت على الايفرست. ما بخبرك شو في واقعية شو حقيقة الفيلم وخصوصا انه ترو ستوري مثل كل العالم بيعرفوا كانت كارثة بسنة ال 96 راح رمض حياتها 8 اشخاص سو بالفيلم فعلا بتحس بكل لحظات انه لما ينقطع الاكسجين بعلو 7000 متر مضبوط بتحس بهذا الشيء لما يصير في عندك السنو بلايندنس لما يصير في عندك ديس اورينتيشن بلشت العالم تضيع يعني كان في هون طاقات تمثيليه كثير حلوه من جيك جيلن هول لا جيسون كلارك لا جوش برولن بتحس معهم مضبوط انك انت طالع على الايفرست يعني رحله كثير حلوه الفيلم تجاه الايفرست تجاه 8842 متر رح نشوف مشاهد وبنرجع بنحكي عنه اوكي يا You, my friends, are following in the very footsteps of history. Something beyond the power of words to describe. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying. Everest is another beast altogether. How you doing? I'm back. Doug Hanson. What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. I like that. Sit down, man. Climatize. How's the weather? It's good. I wish I was with you. One day, you, me, and that little Sarah will all go climbing together. So today's the day, huh? It's dangerous. Why? I have kids. They see a regular guy can follow impossible dreams. Maybe they'll do the same. I'm on the top of Everest, Helen. We made it. Okay, not my kind of movies. بدي اسألك تطلع؟ اي ولا يمكن. بلال اسمع مني. There's no way. طيب إذا في تغطية لإيفنت مهم وأنت تطلع مع الكاميرايات و وات ايفر لو شو ما كان يعني بيقولوا لي مين بيقولوا لي؟ مونيكا بيلوتشي فوق ما بطلع. أصلاً رح نحكي على مونيكا. ما بطلع. أصلاً عن جد وقت تكون بتحضر فيلم تقول شو الله جبرهم وبالفيلم بينطرح نفس السؤال اللي طرحته عليك هلا على كل المجموعين إنه أنتم ليه عم تعملوها؟ وهون حلو نعرف بالفيلم كل واحد شو الدرايف ورا طلعته وعن جد يعني تحيه لكل هالاشخاص اللي كانوا بعدهم عايشين اللي عملوها واللي توفوا لانه حتى هذيك السنه انه عم يصوروا سمعوا بخبر وفاه 16 شخص كانوا عم يحضروا لفريق يطلع من بعده سو اتس ريلي اكستريملي دينجرس شو بلاي هون اوكي على قولة مسيو شدراوي الياس شو بلاي هون جلد الياس لازم يطلع لو كان العون بيقول لك شو انا بعد الياس شدراوي بجيب لنا تقرير اوكي ثالث فيلم عن جد من اروع افلام السنه وما تروحوا بون ساكريفايس توبي ماجواير عن جد عمل كومباك كثير حلو وعن عمر 39 سنه عم يعطي دور عن حدا عمره 29 سنه اللي هو بطل عالم بوبي فيشر بالتشيس اللي لسه خسرناه من كم سنه فعلا بيرجعوا بيرجعوا لك مجد لعبه الشطرنج بالفيلم بتختبر مرحله وقت كان طفل بوبي فيشر اللي هو اول بطل امريكاني من بعد ما هيمن الروس 24 سنه هو بيربح وبيكون الامريكان يعني حاطين كل تقلهم فيه لانه حولوه مثل حرب بارده بينه وبين الروس بتشوف بالفيلم عن جد تفاصيل بدون حتى الحكي بالجستشرز بالعيون لانه هي لعبه يعني كنترول واتس مايند جيم عن جد مخرج ادوارد سويك اللي بنشهد له بلاجنة اوف ذا فول بلاد دايموند
عرف يقدر يجسد لنا بجخه الجسد والعيون اجمل مشاهد التشويق والمنافسه. نايس. سو هلا بنشوف مشاهده وبنحكي. يلا. This game. It's a rabbit hole. After only four moves, there's more than 300 billion options to consider. We can take you very close to the edge. I taught him to move like this. He taught himself. If I take the pieces away, he just keeps playing in his head day and night. I can tell you he has great potential. American chess prodigy Bobby Fischer became the youngest ever grandmaster in the history of the game. Where do you go from here? I want to play the Russians. They're the best in the world, and I'm going to beat them all. Fischer mania is taking the country by storm. My next guest, Mr. Bobby Fischer. Mr. Fischer? Are you a patriot? There are people in high places who take an interest in any confrontation with the Russians. I don't really care about politics. You're the one man in this country who could put up a fight. Bobby Fischer is in Iceland for his match with the world champion Boris Spassky. It's the chess version of a 15-round heavyweight prize fight. I'm not playing until all my conditions are met. I want at least 5 feet between me and the audience. It's almost like I hear their thoughts. Bobby has problems. Bobby is displaying signs of paranoia and delusional psychosis. Hey! I'm coming for you! I'm coming for you! We're at war. It's war of perception. Bobby! The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire. You don't look well, Robert James. واو هيدا بيحفز وعن جد يعني هذا بوبي فيشر إذا بدك هو استاذ مدرسة بالتشيس يعني هو بيعتبروه من التشيس ماسترز وبتحس انه بالفيلم بعض المحاور بتقول حرام انه هيدي اللعبة كانوا عم يستخدموها لأهداف سياسية تنجحوها عالميا لأنه هي بعد تستحق تكون موجودة وبتشوف الجانب البارانويا اللي عم تشوفهم بالفيلم بقضيها كل ما يفوت على الأوتيل بيفتح التليفونات بكسرهم بخاف انه الكي جي بي عم يتسمعوا عليه وهون بتعيش معه الصراع النفسي البسيكولوجي الرائع بالفيلم. واو سو بدعي الكل أكيد ما يروحوا بون سكر فاست وإن شاء الله بياخذ جوائز سوبرب. هلا شو في عندنا مجموعة أخبار؟ هلا عم نقرب على أخبار منهم قريبين من صديقتك اللي ما رح تطلع كرمالها على الإيفرست مونيكا بيلوتشي. شو ما كان، I'm sorry مونيكا، I cannot. رح نشوف صورة خواجة مستر بوند دانيال كريك بالليتست سبكتر اللي كنا ناطرينه عم ينحكى وهلا في شوية تسريبات طلعت بلندن بفيو سينماز وإمباير سينماز اللي بتعرفهم منيح إنه الفيلم رح تكون مدته أطول مدة اللي هي ساعتين و40 دقيقة. أو ساعتين يعني و35 من بعد ما تشيل التريلرز الدعايات عم يتحكى انه هذا اطول فيلم تاريخ بوند يعني شفنا بال 2006 كازينو رويال ساعتين و24 سكاي فول 23 هلا بعضهم they are raising the bar قد ما العالم عم تحب هالنوع الافلام وقد ما عم يشتغلوها هن بمهاره كثير عاليه سو خايف لا يعملوا لنا اون تراك بالافلام كمان انه نحضر ساعه وبعدين اوكي فاصل نرجع لاي قبل درينك ورجعوا روح ارتاحوا وارجعوا وفي تي في سبوت بعده هلا فريش طلع 32 ثانيه بليز بامب اب ذا فوليوم خلينا نتمتع فيهم بليز يلا علونا الصوت. Why does man choose the life of an assassin? Well, it was that or the priesthood. What's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. اوكي بيرون شي 10 سكندز ما عليه هو كله 23 حرقوا لك 10 ثواني معلش اوكي اوكي بس بيستاهلوا مونيكا بيلوتشي عم تقولوا لها تنحكي بسريعا قالوا لها انك انت ما حسيتي باهانه انك انت قالوا لك انك انت بوند جيرل قلت لا انا بوند ليدي انا بوند وومن وانا محظوظه انه انا بوند ليدي لانه بوند هو اهم رجل قلت لهم احذروا لي قالوا ليش قلت له لانه هي نيفر اكزيست يا اجوبتها من وقتها بلشوا يحكوها لانه هي عمرها 50 ييرز وشي از ذا موست اولدست بوند ليدي عم تكون كثير ذكيه ومبطنه ومقطبه اللي بدك اياه فبقى مونيكا بليز ارجع فكر بقصه الايفرست ابسولوتلي يلا هلا بنشوف بنحضر لك انا الاوتفيتس من هلا لحق خبر ولا ايه بنلحق اوكي 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 ماري بوبنز اللي بال 64 عمل اهم كان انتاج سينمائي لديزني
واللي يعني كان اذا بدك ثوره بعالم التقنيات بوقتها. كان الاصعب مش بس هذه الثوره التقنيه، الاصعب كان انه تيقنع وولد ديزني انه كاتبه الفيلم بي ال ترافرز اللي عملوا عندنا من كم سنه 2013 تبي مستر بانكس فيلم يقنعها انه تعطيه الحقوق، ويعني كيف بيقولوا هلكته حتى قدر اخذ الحقوق منها. هلا بينحكى انه يعملوا ريميك، بس كل ما يعمل ريميك تذكر انت سندريلا يعني واليس ان وندرلاند عم نخاف عم ينجحوا معهم بس ما عم يكونوا اب تو سيم ليفل. فان شاء الله لانه جولي اندروز اللي ربحت الاوسكار على الفيلم ما بتتمن يعني ما يعني وي كانوت ريبليس هير ابسولوتلي. رح نشوف هيك 10 ثواني بس من سوبر كالي في جيسي اكس بيل دون شو يلا يلا It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Of course, I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails to tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word that sadly I can knows. I can watch this for hours and hours. أنا ما عندي مشكلة. إذا بوند 2 hours 30 ولا 40 هيدا ممكن أنا بعيش 3 4 ساعات. صحيح مش معقول. شو حلو شو ماجيكال. It is. That's the word. Absolutely. طيب هيك نكون خلصنا جولة الأخبار، ويمكن في عندك دائما بتجيب لنا سربرايزز. بتشارك ضيفة مميزة قدم لنا إياها. من اللحظة الماجيكال رح ننتقل للحظة ماجيكال تاني. ونرحب بضيفة عن جد يعني شفناها بكثير أدوار، وكان هيك أكثرية تنوين الجرأة، بس الجرأة بطريقة جدا مرهفة كلاسي حساسة سميها اللي بدك إياه. مش بالسهل تقدر تقدمها على الشاشة الصغيرة شاشة التلفزيون يكون كل العالم يحضروك. سو بيسعدني نرحب بالممثلة المميزة أن ماري سلامة اللي هي موجودة معنا، ورح نشوف هلا مقتطفات من أعمالها قبل ما تتواجد معنا. أكيد تفضل. انت شو عم تعملي هون؟ ومين سمح لك تفوتي على مكتبي وبغيابي كمان؟ سكرتيرتك يلي كانت شافتني فاتي ظهرا من عندك من دون شور ولا دستور، شو بده يعرفها هلا انه الارمله رجعت وانا صرت برا؟ ومدام فرح ما بتجي لهون، فالروحه اداميه بتروح بس على البيوت. اطلعي لبرا يا بلا اخلاق. اسكت وبلا حكم سم، خلينا نتفاهم على رواق. ما عندنا شيء نتفاهم عليه، تفضلي اطلعي لبرا. مش رح اطلع قبل ما نتفاهم. مش مزبوط. مازال مش مزبوط. ليه ما خبرتي عماد عنه؟ ليه ما قلتي له انه بيو لسا بهديك كادو بمناسبه انه ابنه نجح ومرته رجعت حكيت عن جديد؟ المره عم بتموت، جوزها اليوم قال لي على التليفون انه فحوصاتها مش منيح ابدا، والحكيم عطيها كم شهر بس. ايه الله لا يقيمها، رب دخلك الله يشفيها، بس انه شو خف هالبي. بدك شي ماما عم تطلع فيي هيك؟ ماما عم بسألك بك شي؟ ما بعرف شو بني ولا بعرف شو حاسي، كل اللي بعرفه اني ام مكسورة عتبيني عتبيني. قولي لي يا بلا اخلاق يا واطية، دقين ترميتي فيك، دقين ما ضحيت قدامك، قوليهم ليش مستحيل، قوليهم. مالي سلامي، اهلا وسهلا فيكي. رجعتي اندمجتي شايفك من ايه بحضر، مش كانه ان ماري عم تحضر، بحضر الشخصية بتعيش وبتعايش معها. اهلا وسهلا فيكي نورتينا. ايه ايه بتعسترتي كمان. لانه ما بكون انا اون سيت يعني هيدي الشخصية، اذا بدي اكون انا ما بمثل. قد بياخذ معك وقت لترجع لشخصيتك؟ لا حسب، هلا اجمالا بيكون اوقات عندك دور بكي فيه دغري المشهد اللي وراه دور بتحكي توتلي ديفرنت، فاجباري اني احسب. بس اوقات بيكونوا كل المشاهد ورا بعضهم بكي، بنعزل شوي تدلني بالمود لانه تما اكسر الكاركتير، لانه حتى بالبكي كاركتير عن كاركتير بيفرق بطريقه البكي، بطريقه الاداء، بطريقه التعاطي مع الممثلين. حلو. واذا بدنا نحكي على
أن ماري هاي. إذا بدنا نحكي على مسلسل جذور ولا اللقطة اللي كنت عم تشاهدها هلا بدورك هنادي، يعني هيدا المسلسل اللي كان فيه قدراتك التمثيلية كتير عالية واللي جذبت كتير منتجين والمشاهدين، يعني حقق نسبة مشاهدة كتير كبيرة، عشو عم تنبش أن ماري؟ يعني شو اللي عم يجذبك أكتر شيء؟ هل جذبك الدور أم المخرج فيليب أسمر لهيدا العمل أم الإنتاج اللي كان مشترك؟ شو اللي جذبك لهالعمل؟ كله. كله لأنه أول شيء الدور استفزني، كان جديد بالنسبة لإلي، والعالم العادية يلي بتلتقى فيها بتقول لها أنه أنت ليه دايما تاخدي أدوار فيلن وشريرة وما بعرف شو، وأنت بالبالك أنه أدوار تكون فيها هيك سلسة وبريئة. فقلت لهم أنا بنظلم بهذا الموضوع لأنه دايما في تشانلز معينين بتبعهم شريحة معينة من الناس، على هذا الأساس بتخسري نوع من جمهورك. فجذور تقريبا كان فيه البراءة، الاحتيال، القهر، البكي، الانتحار، المرة المؤنثة. ودجا ما فينا ننكر أنه كلوديا مارشاليون كانت كتير مهمة، فيليب أسمر مخرج عظيم بينقلك الصورة بطريقة سلسة، مفيد رفاعي كان أول منتج بشتغل معه بهذا الأسلوب، يعني بلشت أنا معه وقت اللي بلش بلبنان، كله كان بومينج لإلي. يعني الصحافة يلي ما بتعرفني صارت تحكي عني، الناس يلي ما بتعرفني شفتني، لأنه بغير أنا لوك حسب الدور، الدور شو بيستاهل بعطي حقه. يعني في كتير مشاهد أنا كنت بلا ميك اب لبل إنه مزرقة أو أكل خبيث فيهم، وأنا بالحياة العادية صايرة إنه بكون كتير كاجوال، وهيدي الصورة كانت قريبة لأنا كيف كانت بالحياة. طيب مثل ما عم تخبرينا عن البراءة والدور الغير بريء، إذا بدنا نقول مثلا في الجود جاي والباد جاي، أنا بالنسبة لي الباد جاي بالعكس أصعب، مثل ما هي يعني الدور البنت الغير بريئة يعني أصعب، يعني منهنيك على هالدور، بس قد إيه أنت، ولأنه عنوان الجرأة اللي هلا من شوي طرحناه وقلناه عنك، قد إيه أنت قادرة فعلا تكون كثير جريئة لشاشة عربية، لشاشة سمها ومتحفظة، وبنفس الوقت توصلي مساج الجرأة؟ يعني قد إيه صعب، وكيف أن ماري بتقدر توصل الجرأة بهالطريقة السلسة؟ سؤال كتير صعب وملغوم. لا لا لا، نحن ما بنسأل فيها ملغوم. لا لا لك ليه، انه انا خريجة معهد الفنون جامعة لبنانية، يعني ماني دخيلة على الدومين، مع احترامي للكل، يعني في منهم دارسينها بس برعوا، ما فينا نذكر هيدا الشيء، بس كمان في ناس بحاجة لفرص، كمان بدنا نضوي عليهم شوي بهيدا الموضوع. يلي بدي اقوله انه الجامعة اللبنانية علمتني انه اطلع من الكبت يلي ما له معنى بالحياه، يعني بلشت شوي شوي اتعذب تقدر اطلع من شخصيتي، انه انا تعلمت عند رهبات وهيك، فوصلت دغري لشيء مناقض، بس هذا الشيء من عمر 13 سنه موجود جواتي، وعارفه حالي انه انا بدي اعمل ممثله. صاروا يمرنونا بالجامعه انه اعملوا ادوار جريئه، بس افصلوا بين الشيء المبتذل والجريء يلي بيأذي العين وبيخدش الحياة، وبين انه انتو شخصيتكم العادية، يعني العالم قد ما بتتأثر بالدور بتصير تتك انه انت هيك، او اذا انت كنت بريء بقولوا ياي بالغرم وبالبطل البريء، او انه هيدي هي الملك اللي نازل على الارض، يعني بكل الحياة في هيك وهيك. صحيح. كيف طب الدومين تبعنا في كل شيء. اكيد. طيب المريء خبرينا على مسلسلك الجديد. مسلسل الجديد سولو ليلى الحزين جامع كل انواع الشخصيه بشخصيه واحده. انا دائما بنبش على الادوار المركبه، وصار لي الفرصه انه نعطاني هيدا الدور بسولو، ودغري قلت ايه يعني قبلتي على طول. خلونا نحضر مع بعض تريلر المسلسل الجديد، تفضلوا. شو مواصفات الرجال يلي بعمري حتى يقدر يغري بنت اصغر منه بكثير؟ عم بحكي معك هون، خليك معك. رودي ما بيعرف يحب. في ملايين بالدق، كل ما استعجلنا كل ما قربنا منهم اكثر. كل يوم بيحكي مع وحدة وكل وحدة أحسن من الثانية. هو حر يعمل اللي بده إياه، أنا شو إلي عليه؟ بصراحة اللي بده كفان هو صاحبك اللي حامل مصرياته وماشي يتعدى على شرف البنات القوادم.
في كره متبادل. عشت وشفت بنت يوسف عواد عم تتعبى الحسنات من العالم. رودي مخبر هذه البنت وبعتها عند ميرفا حتى تشوه سمعتك وسمعتي. ميرفا شو كانت ردة فعلها؟ هذه آخر مرة بشوفها. آن ماري كمان اندمجت أكثر بمسلسل سولو الليل الحزين، خبرنا أكثر عن دورك بالمسلسل. دوري ما فيي خبرك كثير اشياء عنه لانه بكون فضحته. اوف. بس فيي اقول لك انه باخر المسلسل رح يكون في رساله كثير فيها توعيه للناس يلي بينجرفوا بالاشياء الماديه والارضيه، يعني خاصه يلي ما بيقتنعوا بيلي عندهم، فكرهم انه ذا بيست از يت تو كام، هو بيكون العكس. كواليس الشهره كثير صعبه ونحن بنفكر انه بس نحصد بعض، ياي نيالا ياي مشهورة ياي ما بعرف شو، في حسد في غيرة. والبنت اللي بتبقى فقيرة وما عندها إيمان ثابت يعني بتنجر بالأمجاد الباطلة إذا بدك. ف بي ما ورائيات هيدا الموضوع وهيدا التتراج منشوف قصة حقيقية يعني صارت مع الكاتب، وحطوا ثقتهم فيي انه انا قادره اعطي هذا الدور للاخير بكل مراحله من البراءه للموديلينج للكواليس الشهره للاستفزاز للديبرشن الى ما هنالك. ما فيي احكي اوجه مختلفه يعني. واشكال وانواع، بس انا بحس انه تنوع هالقد اندمجت فيه لانه بشكر ربي انه كان معي وما قدرت يعني ده الحنينة من أفخاخ الشرير إذا بدك، لأنه الضمان تبعنا كتير صعب وما بتعرفي مين معك ومين ضدك، وبتبوصل الكل وبتهني الكل بمحبة، بيطلعوا الأكثر أشخاص بوراكي مش منيح يعني للأسف للأسف. كمان مهم التنوع بالأدوار، يعني نوعتي كتير بأدوارك تيكون هيدا في رصيد الفنان في رصيد الممثل كمان مهم. أكيد نوعت بأدواري بس دائما حسب قلت لك المشاهد جوابتي اختلف على هذا الموضوع، يعني بالغالبون كنت محجبه بايران، المحجبه المقاومه اللي بتحافظ عن ارض جدودها وبتحافظ عن تراثها الاصلي الجنوبي، بالغالبون لا انه باكيه وناطره حبيبها وبيا يلي بيقتلوهم بال لو انت من دور لدور ومن عمل لعمل مزبوط. بطريقه كثير حلوه ومميزه. المالي مكملين معك واكيد راح يكون عندنا الكثير من الاشياء نحكوا فيها، لكن ندعو المشاهدين لان نفترق لدقائق فقط لاعلان، من بعده راجعين وراح ينضم لنا صوت جميل جاي من بلد هدهد. واو. هذا بالاضافه الى انه الشيف سعاد ايضا في انتظار انها تو سيرف اس شو محضرتنا لليوم. لحظات راجعين ما تروحوش بعيد، تفضلوا. ورجعنا لكم، مرحبا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم ومكملين في بيروت. ودائما التوش المميزه في برنامجنا بتكون لما نستضيف اصوات حلوه وفنانين موهوبين، واذا كان من المغرب العربي اكيد راح يكون من احلى الاصوات. حسن كرفاش على سلاسي مضبوط نورتنا. الله يخليك، ميرسي بوكو. شفت كيف رجعت تضحك عيونها كلها ضوئي من وقت ما دخلت حطيت الابتسامه. شفت انها ريحه تونس معاه، هو مستقر بلبنان ما جاب لنا ريحه تونس معاه. اكيد وانت ثاني نفس الشيء نحكيو بالتونسي. نورتنا، مرحبا بك. ميرسي ميرسي. نقولوا مبروك على الاغنيه الجديده والكليب الجديد. عايشك، ميرسي بوكو. خبرنا عليها شويه. الاغنيه الجديده من كلمات نزار فرانسيس، الحان وتوزيع الفنان جماري رياشي، وصورناها هنا في لبنان في النبعه. وكان حلو يعني، عملناها وان تيك. الكليب كان وان تيك، كان سبيسيال شويه، تعبنا برشا لانه بلا مونتاج بلا كات، كله من اول ما يبدا لاخر ما يوفى كله. كله شوت واحد، فتعبنا شويه. هذه فكرة المخرج؟ وي، فكرة ميرنا. مدير الأعمال. وكذلك المخرج مازن سعد الدين كان عنده دور كبير باش طلعت هالكاليتي بعدين. سوبر. والإنتاج؟ الإنتاج كمان أنا وميرنا. أنت وميرنا، هذا هو اللي حابين نحكيوا فيه. لأنه كمان أغنية أيوة أوعديني كانت من إنتاجك ومن إخراج جورج زيدان، علاش ديما كل شيء يا ولدي من إنتاجك؟ وين شركة؟ يا ولدي وين شركة الإنتاج؟ نحن شو مشكلتك مع شركة الإنتاج؟ ما فيش مشكلة، نحن حتى لتو يعني ننتجوا
انتاج داخلي كما نقولوا، مع شويه اكتفاء ذاتي يعني من فلوس الحفلات والشغل من غير شركه. اكيد صعب الموضوع لانه ما يكونش في وفره بالانتاج، لانه كل فتره وفتره ننزلوا عمل، لانه صعب واحد ينتج برشا من جيبته الواحد يتعب. انت بترفض تتعامل مع شركه؟ مش برفض، لكن لقيت انه ماشي الحال فما فكرتش انه اعمل خالص. صعب شويه، لكن الواحد يفرح اكثر بعدين انه عملت شيء ونجحت من دون مساعده شركه انتاج. طب خلينا نفرح مع بعض ونشوف شويه من الكليب. اوكي يلا تفضلوا. قلبي مشتاق لك، نهار بينرق مشتاق لك، ليل بيدا مشتاق لك، بغضب وعم فكر فيك. وعقلبي مشتاق لك، مشتاق لك، نهار بينرق مشتاق لك، ليل بيدا مشتاق لك، بغضب وعم فكر فيك. شو الحل؟ كان تصوير الكليب في النبعة كان. اوكي اخترنا حي شعبي شوية لأنه كل كليبات فيها سيارات وفيها مزز وفيها أجواء فخامة، يعني خلينا نجربوا الجو الشعبي هيك. ده فخامة برضه، ده فخامة برضه بالنسبة اللي عم نشوفوه فخامة جدا. هو انت كمان تحب شوية، وريت نقول لك انت عرفت نحكي معك تونسي، انت زاد تحب شوية الأجواء الرومانسية، يعني عندك كمان غير فيديو كليبات صورتهم بأجواء رومانسية. مضبوط شوية مضبوط. كان رومانسي لكن كان بسيط كمان، انه كانت سيارة قديمة، كان جو بسيط بغابة وسيربريز صغيرة للحبيبة، انه جاتو وجو وهيك كمان. اون بلوس انه الكليبات اللي مثل هيك ما تكلفش كثير، فهذه اوبسيون. حلو. اوبسيون ثانية. طيب ايش لقيت ردود فعل الناس وشو كانت التعليقات؟ كان حلو، فرحت برشا من خاصة من ستيل الأغنية، لأنه أول مرة بجرب غني جو هيك، إنه فيه فرحة كما الناس تعودت عليا في البرنامج، فحبوا هذا الجو اللي ممكن راح يكون الأغاني الجاية للجو قريب لجو الأغنية. كذلك الكليب إنه صار فيه تعليق، لأنه كل قصة الكليب كانت مشتاق لك مشتاق لك وركض وهيك، فآخر شيء يطلع الكليب مشتاق للسيجارة مش لبنت أو مش لحبيبة. وآخر شيء بالكليب إنه بكب السيجارة، يعني ما بدخنها، كان إنه مثل مساج يعني ليبعدوا الناس على التدخين. فرجت بطريقة كوميدي إنه تتعب كثير لما بتحب تدخن، بس آخر شيء لازم يرجع لك القرار ولازم تبعد على التدخين. فهي كانت فكرة الكليب. نايس. لأنه نايس. وأنت بتحب الأجواء الكوميدية عندك خفت الظل وخفت ميرسي. روحك خفيفة كما احنا نقول. الله يخليك. ولو هذا يخليك. كمان تحب التمثيل، تحب خليوي اسماعيل، يعني عنالي ممجون نجم نقول وسراي عابدين، راح نشوفك بمجال التمثيل. معلش لا، اذا هذا الشيء يخدم الكارير الفني انه ما نقولش لا، يعني بحب انه اكيد مثل ما قلت انه يكون شيء كوميدي، يعني بحب الجنون شويه يعني. معلش لا وي. طيب هذه الآلة اللي أنا بموت فيها. ها البزوق لازم تسمعنا. شو حابة تسمعنا؟ وي هيدي آلة البلامة، آلة تركية هي. بديت نتعلم عليها وحدي وهيك من اليوتيوب وهيك. وبتغني تركي؟ بنغني تركي بعض أغاني. شو راح تسمعنا؟ ذكرت شيء هلا، مرة كنت بالطيارة كان معايا أستاذ وكنت عم بجرب حطه لأنه طويل وهيك، فأجت مضيف الطيران بعتقد كانت أردنية،
قالت لي شو هذا العود انه بيشبه العود او شو؟ قلت لها هذا بلامه. قالت لي من وين؟ قلت لها الى تركيا. قالت لي وحضرتك تركي؟ قلت لها لا تونسي بس عامل تركي. بايخه. لا بالعكس. بالعكس. يلا شو حتعمل لنا هلا؟ تونسي ولا؟ خلينا نقول اغنيه تركيه يا لندنيا اللي هي مون دو مونسونج عالم الكذب. اوكي. ميرسي ميرسي ميرسي. بنت بلادك ما صفقت لك شي خويا. ليه كيفاش ما صفقتلوش؟ ولد بلادك يا بنتي. ها يطلع. ما صفقتلوش. في سرها يمكن صفقت. على خاطر شويه جويها كلها عم تصفق. عم فوتي ميد عرفت. رفيقه هيك ناعمه شويه طلعت معك. نكمل معنا حسن اكيد وراح نسمع شي تاني معك ونتذوقوا محضرتنا الشيف اليوم. اما مغربي مش تونسي. المغربي لا اكيد نحن متفقين في نقطة انه الكسكس التونسي اقوى بكثير من المغربي. اي اكيد هلا انتم تقولوا انا بقول الكسكس الجزائري والشيف سعاد بتقول الكسكس المغربي اقوى بكثير. الكسكس طيب في كل بلدان المغرب العربي وهيدا الشيء الميزة لما نروح لتونس انتم بتحطوه مع الصوص مع الحمار. نحن الكسكسي احمر بيكون المغربي بيكون ابيض. هذه يمكن النقطة اللي مش بس يمكن يكون طيب ما حدا بيعرف يعني. عم شور انه طيب. رايحين على فصل بعد راجعين نكمل مع ضيوفنا ما تروحوش بعيد تفضلوا. لتكونوا دايما على اطلاع على كل شيء جديد بمجال الموضة. فيكن تكونوا كلاسي، فابيولوس او سبورتي وكاجوال، بس الاهم تعرفوا شو تختاروا من عروض الازياء واخر ابتكارات الموضة. رونوي تنين الساعة 7 المساء على ال بي سي. روتانا تواصل تألقها وريادتها في تطوير الترفيه الرقمي في العالم العربي. لن يفوتك لحظة واحدة مع نجومك المحببين وبرامجك المفضلة.
مكتبة ضخمة من أقوى الأفلام والأغاني والفيديو كليب، أحدث الأخبار الفنية والشخصية لنجوم الفن والمجتمع، أقوى البرامج الحوارية، متعة متواصلة على مدار الساعة مع راديو روتانا اف ام في أي وقت من أي مكان. كل ما فاتك تجده على روتانا.net، وجهتك الأولى لعالم متكامل من الترفيه. شوف بلا حدود. روتانا.net، غير عالمك. ورجعنا لكم، مرحبا وسهلا بالمشاهدين وين ما كنتوا. قاعدين على الطاوله شو نحن ممنوع. طيب اوكي مش هقرب، خلاص وحياتك يعني. خلص لا ولو انا بطعميك بايدي تفضل على طول. وعطيتك الحل، عرفت؟ عطني الحل اول واحد. طيب هاي هود هود الليليز يا عمي، لو حد يعمل منيح بيرفضوه. خلاص ولا يهمك، اللي ما بدك هديك حطيه للوسط الفني، هذول اللي عم يحكوا من وراك بيعملوا اشياء من وراك. ما بعطيهم انا، هيدا مطبوخ لازم له الشجره كلها. الياس طلع لك كمان شو ميرسي دكتور بلال، كل الكريتيك سينما لسانه انحار فهيك. الا الياس، انا مره حرحرني خيي انا وصغيره، كنا كثير صغار انا وخيي الكبير مسؤول عني، قلت له مسبزه خطوره يعني بالنسبه لانه حدا يعني صغير. فبيفز على سوبر ماركت بشيل هيك قلم حار بيقسمه بالنص بفرفر لساني كله. يا عيني بلش ابكي. هلا هو ويله انه هو الكبير وبده يربيني، ومن مال ثانية انه هلا بتجي امي بتحكي عليه. ركض انا عم بفكر روقي ركض على المطبخ جد الزيتون ودهن لساني. انا عم جعر يعيشك. بس رقت وهيك قلت ماما انا ما في شيء ما في شيء، بس فلت قلم ترجع بعد كده. ما في حر هلا بسنيك، انا حطينا لحر لانه ما شاء الله من وقت ما قعدت وما خلت حدا صراحه، انه ما شاء الله عليك وعلى لسانك ما شاء الله عليك. سعاد اجى لعنا خبرنا، عم بقول لك انه الله عن الحر مش اكثر. شكرا، يعطيك الصحه. الله يعطيكم يا رب. عايشك تفضل ولا نشوف. اكيد شكرا. لتشوفي ردة الفعل مباشرة. شفتي بالتحكيم المغرب العربي كله. طبعا طبعا تفضلوا. عن جد ندوخوا. اي ندوخوا ندوخوا اللحم طبعا. طيب حرام نحرق المشاهدين يعني. طيب سعاد بدنا نبعث لهم من هون. صحتين كثير طيبين. سلم يدين سلم يدين. حسن يبني ما تاكلش بالزيت رح تغني. هلا بنشوف بعد المعقل شوية بشوية. لا طيب طيب كثير طيب. بس بعدني على فكرتي انه الكسكسي اللي بالصوص الحمراء اطيب. الكسكسي التونسي غير شويه يعني، حار هيك وبالصوص وتليفون. بس هذا طيب طيب. شيخ سعاد يعطيك الصحه، يهبل ما شاء الله عليك. يهبل ولا يهبل مش نورمال. يهبل مش نورمال. ثانك يو سو ماتش امالي، ثانك يو لوجودك معنا، ميرسي بوكو. اوكي ما احسن. زيدي الحر، حطي بعد. زيدي ما حبست زيدي. يس كل ما بنشوفوك بنفرحوا اكثر واكثر. حبيبي انا كمان انا كمان. ثانك يو عن جد ميرسي بوكو. ثانك يو لكم. و خسون مش رح تسمعنا، هو يقولنا احنا قلنا بالزاف، هو يقول بالزاف. يلا نغنيو شيء ومع الزافه معكم. يلا. داريرا يا بنت السلطان حني على الغلبان، ده الكسكس بايديكي وحسن جعان. يا بنت السلطان حني على الغلبان، دي الميه في ايديكي ومحسوبك عطشان. على كوبري عباس ماشي وماشيه الناس، ماشيه تبص عليكي يا فرد وانا ناس. اسقيني اسقيني اكتر، دي الميه في ايدك سكر. اسقيني اسقيني اكتر، دي الميه في ايدك سكر. ميرسي.
بتزلي عليك ألف مبروك على الفيديو كليب. والحرب من إيديك الحرب من إيديك سكر. بالتوفيق ليك لكل أعمالك. وشرفنا ونورتنا. All the best. ميرسي بوكو. ملقانا غدا إن شاء الله هي وجه الخير مع فقرة ضيوف ونجوم مثل العادة، فكونوا في الموعد. انتبهوا لي على حالكم. تشاو تشاو.